السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، أجعل الجنة مثوانا ومثواكم يا رب العالمين. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير، أموركم إن شاء الله طيب، كل سنة وأنتم طيبين ومن العايدين والفايزين يا رب العالمين. بما أن العيد جاء وظروف العيد أنتم عارفينها من السفريات والروحة والجية، فعلى الأرجح أني ماني موجود في هذا المكان أقدر أصور لكم فيه. ففي هذا الأسبوع راح يكون مقطع مختلف، قد سوينا مثل هذا المقطع قبل كده، نجمع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخذناها، ويكون في مقطع واحد. الله أعلم كم بيكون ساعة هذا المقطع، لكنه بيكون طويل جدا. عشان كذا خذ لك شيء تاكل، ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا، اكتب أنس أكشن، وبإذن الله العلي العظيم راح أطلع لك، وبحط لكم برضو الروابط في الديسكريبشن. من دون ما نطول، بسم الله نبدأ. قد سمعت عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لصوت الوحي؟ إيه نعم، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت الوحي وصف دقيق، وكانوا حتى الصحابة رضي الله عنهم يسمعون للوحي صوت، كانوا يسمعون صوت عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي. ومو بس كذا، فأول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوق ناقته، تصرفت هذه الناقة تصرف غريب جدا. وفي هذه القصة عائشة رضي الله عنها ما لقيها تماما، حتى ان جيش كامل يدور عن عائشة رضي الله عنها، دوروا عنها في كل مكان بس ما لقيوها، وصارت في المدينة فوضى وفتنة عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر. كل هذا بالناقشة بإذن الله في قصة اليوم. زي ما قلنا في القصة اللي راحت، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال بني المصطلق، قبيلة كذا قررت في يوم من الأيام أنها تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وتهجم على المسلمين في المدينة، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النصر حليف المسلمين. ووقتها أسر الكثير من مشركين بني المصطلق واللي تم تصفيتهم كلهم، قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، وسبيت النساء، وكان منهم بنت اسمها برة بنت الحارث، والحارث هذا كان سيد بني المصطلق. بعد انتصار المسلمين في هذه المعركة، قامت فتنة كبيرة بسبب واحد من المنافقين اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول، واللي يعتبر رأس المنافقين. قوم هذه الفتنة بين الأنصار والمهاجرين، بس كان في إذن للنبي صلى الله عليه وسلم، سمع كل الكلام اللي قاله عبد الله ابن أبي ابن سلول ونقله للنبي صلى الله عليه وسلم بالحرف. كان شاب اسمه زيد بن الأرقم، بس إن عبد الله ابن أبي ابن سلول أنكر كل شيء، وقال لزيد بن الأرقم شيك على إذنك إذا كانت صماء ولا لا، لأن اللي قلته كله خطأ، وهذا الشيء أنا ما قلته. جحد كل اللي قال قدام النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفوا مع عبد الله بن أبي الكثير من قوم. التفاصيل كلها بتلقاها في القصة اللي راحت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل مباشرة من دون أي تراح. مشى النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وأم سلمة والجيش كان، والسبايا كانوا مع الجيش، مشوا الليل والنهار من دون أي تراح. وكانوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة على بعير في غرفة صغيرة تسمى بالهودج، والهودج هذا زي الغرفة الصغيرة تكون فوق البعير، دائما النساء تركب في هذا الهودج. وكانت عائشة رضي الله عنها في الهودج حقها، كانت تناظر في قلادة كانت لابستها، قلادة كانت غالية على قلبها، تمسك هذه القلادة وتتفقدها، وهذه القلادة كانت من اليمن، جت لها هدية من أمها قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان لها ذكريات جميلة وغالية جدا في قلب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. المهم إن مشى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلين خلاص تعب، وتعب شديد، الجيش كامل مرهق تماما، لأن مشابهم مباشرة من دون أي توقف. تخيل أنك تدخل في معركة شديدة تنتصر في هذه المعركة، يعني بذلت جهد كبير، ومن بعدها تمشي 24 ساعة من دون أي توقف، يعني الأمر جدا كان صعب عليهم. بس أول ما وقف بهم النبي صلى الله عليه وسلم ناموا المهاجرين والأنصار تماما، طاحوا نايمين، ناموا كلهم نومة تعب، فكانوا للأنصار ولا المهاجرين فيهم حيل أنهم يتمشكلون، كل واحد حط راسه هنا. بس يوم أدلج الليل واشتدت ظلمته، إذا بمنادي ينادي للرحيل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش يصحى ويمشون في الليل، فصحيوا وكل واحد قام يقضي حاجته. وكان من اللي قضوا حاجتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نزلت من الهودج حقها وراحت تقضي حاجتها. يوم خلاص خلصوا من قضاء حاجاتهم ورجعت عائشة رضي الله عنها وركبت هذا الهودج، مسكت على رقبتها واكتشفت بأن القلادة الغالية على قلبها اختفت تماما، وكأن في أحد انتشل منها القلادة. المهم إنهم رفعوا الصحابة هودج عائشة رضي الله عنها ومشوا الجيش كامل، مشوا في الصحراء وتعمقوا فيها، وهم ماشين إلا والنبي
النبي صلى الله عليه وسلم يظهر عليه التعب، يبدأ جبينه يتعرق، وبدأ النبي يسمع أصوات مثل صلصلة الجرس وضرب الحديد في بعض، فكانت هذه هي أصوات الوحي. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصوات الوحي: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي. وكانوا اللي قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون مثل دوي النحل، مثل دوي النحل، الله أعلم إيش هذا الصوت. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل بس أمام الجميع، إلا وناقة النبي صلى الله عليه وسلم بدت تضرب بجيرانها إلى الأرض، يعني تنزل الناقة عنقها إلى الأرض. بعدها قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بإذن الشاب زيد بن الأرقم اللي نقل خبر فتنة المهاجرين والأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول زيد بن الأرقم: فأخذ بإذني وأنا على راحلتي حتى ارتفعت من مقعدي ويرفعها إلى السماء، وهو يقول: وفت إذنك يا غلام، وصدق الله حديثك. لأن زيد بن الأرقم أنكروا حديثه كله، لكن الله سبحانه وتعالى أثبت كلام زيد بن الأرقم. قال الله سبحانه وتعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يعني فضح الله سبحانه وتعالى كلام عبد الله بن أبي وصار معروف بأنه رأس النفاق. كان ما باقي شيء على المدينة، خلاص بيوصلوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل يمشي ببعير زوجته، مرة ببعير أم سلمة ومرة ببعير عائشة، يمسك البعير ويمشي به عشان يعدل بين الزوجتين. وهو على هذا الحال يمشي ببعير زوجته انصدموا برياح وعاصفة رملية، عاصفة رملية قوية كانت شديدة جدا. بس بعد ما انتهت هذه العاصفة إلا وناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مي موجودة أبدا، القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر من أسرع النيال، يعني كانت غالية جدا عند المسلمين. فبدأوا يدوروا لها في كل مكان يمين ويسار ما لقيوها تماما. فكان من اللي خرجوا ثلاثة من الأنصار، وكان معهم واحد اسمه زيد بن اللصت. فكان زيد بن اللصت هذا مشكوك في أمره، وهم يدورون قال زيد هذا لباقي الصحابة: وش قاعد نسوي؟ أين يذهب هؤلاء في كل وجه؟ قالوا له الصحابة: ندور ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاعت. فقال زيد: أفلا يخبر الله بمكان ناقته؟ انصدموا باقي الصحابة وطالعوا فيه: لا في عقل ذا انجن، ايش ذا الكلام؟ ذا منافق اللي طلع معنا ولا ايش؟ قالوا: مجنون انت، مختل عقليا، قاتلك الله يا عدو الله، نافقت يا عدو الله. ثم اقبل عليه واحد من الصحابة فقال: والله لولا اني ما ادري اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوافق على فعلتي هذه كان ادخلت هذا الرمح في بطنك واخرجته من الجهة الثانية يا عدو الله، ليش خرجت معنا وهذا في نفسك؟ قال: خرجت لأطلب من عرض الدنيا، ولعمري أن محمدا ليخبرنا بأعظم من شأن الناقة، يخبرنا عن أمر السماء والملائكة والجنة والنار، أفلا يخبرنا أين ذهبت هذه الناقة؟ طالعوا الصحابة في بعض: هذا خلاص منافق ده، تعال. فقاموا كلهم يضربون بكل ما يملكون من قوة، يضربونه ضرب قوي، فكان يحاول يشرد منهم ويفتك، حاول وحاول إلين قدر وافتك وأهرب. فقالوا: والله لا نمشي معك في سبيل أبدا يا عدو الله، ولا يضلنا وإياك ذل أبدا، انقلع، والله لو علمنا ما في نفسك يا خسيس ما صاحبتنا ساعة من نهار، انقلع قلعك الله. هرب من عندهم وشرد إلين وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم واحتمى بالنبي: يعني يا عدو الله، فوق إنك منافق وقلت الكلام هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، تحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أقبح النفاق صدق. بس انصدم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافق يسمع: إن رجلا من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول الله، وقال: ألا يخبره الله بمكانها؟ فلا عمري أن محمدا ليخبرنا بأعظم من شأن الناقة. نقل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بالنص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعلم الغيب إلا الله، وإن الله تعالى قد أخبرني بمكانها، وإنها في هذا الشعب مقابلكم قد تعلق زمامها بشجر. فراحوا الصحابة لهذا الشعب المقابل لهم، وفعليا لقيوا زمامها معلق بشجر. هذا حصل
كلها أمام عيون هذا المنافق. فراجعوا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم. انصدم هذا المنافق من اللي شافه، فراجع للي كان معهم اللي ضربوه من الصحابة من الأنصار. راح لهم يركض بأشد سرعته. أول ما وصل لهم لقي ناقته منبوذة وكل أغراضه وأكله مرمي في الرمال في الصحراء. قد نبذوا كل شيء معهم له. فأول ما شافوه الصحابة جاي من بعيد قفوا بروسهم، ما يبون حتى يشوفونه، يعني حاولوا يصدون عنه. بس يوم زودها وقرب أكثر صاحوا عليه: لا تدنوا منا، انقلع هناك بعيد. فقال لهم: اصبروا يا جماعة الخير، خلوني أفهمكم إيش اللي حصل، في شيء صادمني، تكفون أبغى بس أتأكد من الخبر منكم. سمع حوله فقال لهم: أستحلفكم بالله، هل أتى أحد منكم محمدا فأخبره بالذي قلت؟ قالوا: لا والله ما تحركنا من مجلسنا هذا. فقال هذا المنافق: فإني قد وجدت عند القوم ما تكلمت به وتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الجميع، مستحيل يكون صدفة، كل اللي قلته لكم بالحرف علم به رسول الله. ومو كده بس، علمها الله بمكان ناقته. والله إني كنت في شك من محمد، كنت في شك عظيم من شأن محمد، وإني لأشهد أنه رسول الله. والله يا جماعة الخير إن كأن دوبي أسلمت. قالوا له: الحمد لله. لموا مع أغراضه وناقته وقالوا له: روح لرسول الله يستغفر لك الله. فراح للنبي واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرك الجيش كامل ووصل إلى المدينة، وبدوا ينزلون البضائع ويحطون الأسلحة ويوزعون السبايا من النساء. وكانت بنت الحارث برة هذه اللي حلمت بالحلم هذا كانت من نصيب صحابي اسمه ثابت ابن قيس رضي الله عنه. بس برة كانت لازالت تفكر بالحلم اللي حلمته وإيش تفسير هذا الحلم. إلا ومنادي ينادي: هودج عائشة فاضي. أين عائشة؟ وجدوا هودج عائشة رضي الله عنها فاضي، وعائشة مي موجودة ومختفية. فقاموا والجيش كله يدور عن عائشة، يدورون في كل مكان. بس بعد فترة قصيرة من البحث إلا وهم يشوفون بعير مقبل من بعيد، إلا هو صحابي اسمه صفوان ابن معطل يقود هذا البعير ومع عائشة رضي الله عنها. فهنا عائشة رضي الله عنها تحكي بالتفصيل إيش اللي حصل لها بالضبط في طريقها. فتقول: كنا زمان خفاف، كانوا النساء زمان خفاف، ما نأكل كثير وأجسامنا خفيفة. في يوم نادى المنادي بالرحيل وقاموا أغلب القوم يقضي حاجته، قمت وقضيت حاجتي زي البقية. بس يوم دخلت الهودج التمست في عنقي العقد اللي كان معي فلم أجده، القلادة اللي كانت في رقبتي اختفت تماما. نزلت من هذا الهودج وفكرت أن الجيش ما بيتحرك إلا بي، لو أجلس شهور كاملة، لو أجلس 6 شهور أبحث عن هذا العقد ما بيتحرك الجيش إلا بي، يعني كنت ماخذ راحتي. فروحت أدور القلادة حقتي في كل مكان، دورت لها في الطريق اللي مشيت منه بس ما لقيتها، فقلت أدور لها عند المكان اللي قضيت حاجتي. فروحت فلقيت فعليا القلادة في مكان قضاء حاجتي، وطلع إنسل من عنقي وأنا أقضي حاجتي. فأخذت القلادة هذه ورجعت مسرعة إلى الجيش. بس أول ما رجعت للجيش انصدمت بأنه لا جيش ولا هودج ولا بعير ولا أي أحد، وليس فيه داع ولا مجيب ولا أسمع صوتا ولا زحرا، يعني الجيش قد تعمق في الصحراء، كلهم راحوا. فمن خفة عائشة رضي الله عنها كانوا يفكرون أن عائشة رضي الله عنها في الهودج، رفعوا الهودج وما لاحظوا أن الهودج خفيف من خف عائشة رضي الله عنها. فقالت عائشة: أكيد أنهم بيمشون شويتين ويفقدوني ويرجعون لي. بس المشكلة أن عائشة رضي الله عنها كانت قبل لا تتكلم إذا كانت في الهودج، من عاداتها أنها ما ترد على أي أحد أبدا، وهي جالسة في الهودج إذا أحد كلمها غير النبي صلى الله عليه وسلم تكون ساكتة. فكان الأمر أصعب مما كانت تتخيل عائشة رضي الله عنها. بس الله سبحانه وتعالى أنزل في قلبها الطمأنينة حتى إنها بدت تنعس في مكانها، فتقول: فألتفع بثوبي واتجعت وعلمت أني إن فقدوني رجعوا إلي. نمت نوم عميق، وفي ذاك الوقت كان في صحابي مشهور بأن نوم عميق ونوم ثقيل شويتين يتأخر في النوم عادة. كان هذا الصحابي اسمه صفوان بن المعطل، وقيل بأنه هو الشخص اللي يتأخر دائما عن القافلة عشان إذا طاح منهم شيء يلم معه في الطريق، يعني القافلة تمشي قدام وواحد ورا يلم الأشياء اللي تطيحها القافلة. المهم إنه يقول صفوان: كنت ألحق بالجيش، بس وأنا ألحق بالجيش شفت سواد إنسان بمنطق، فقربت فإذا بها أم المؤمنين عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها: وأنا متلفعة استيقظت باسترجاع رجل، رجل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فتحت عيوني فإذا بصفوان، وكان صفوان
الإخوان قد شافني قبل ما يفرض علينا الغطاء، غطاء الوجه. تقول خمرت وجهي بملح، يعني غطيت وجهي بملح، ونزل صفوان بعيرة عشان تركب. تقول عائشة رضي الله عنها فوالله ما كلمني كلمة غير أني سمعت استرجاعه حين أناخ بعيرة فقط. فركبت معه والحقنا بالجيش ونقطع الطريق والصحراء حتى وصلنا إلى المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها أول ما وصلت من السفر ومن تعب السفر وشدة السفر مرضت مرض شديد، مرضت مرض غير طبيعي، فكنت إذا اشتكيت من مرض كان النبي صلى الله عليه وسلم يلطف بي ويرحمني ويجلس عندي عادة. بس هذه المرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متغير، مو بأسلوب اللي دائما أعرف، فكان مع مرضي الشديد يدخل علي فيسلم ويقول كيف تيكم، يعني حتى ما يقول اسمها، يقول كيف تيكم كيف تيكم. رسول الله ما كان يعاملني كذا، ايش اللي جالس يصير؟ النبي صلى الله عليه وسلم متغير علي والمدينة كلها فيها حاجة يعني. بس الغريب ان ابوي ما قالوا لي شيء وكانت معاملتهم معايا عادية تمام، بس النبي صلى الله عليه وسلم متغير مو بهو اللي انا اعرفه. تقول عائشة رضي الله عنها كنا قوما عربا لا نعرف الوضوء في البيوت، يعني ما كان في حمامات في البيوت، كنا نعافها ونقدرها. فالعرب زمان ما كانت في بيوتهم حمامات تمام، وكنا نخرج إلى المناصع بين المغرب والعشاء لحاجاتنا، مناطق في الليل يروحوا لها النساء عشان يقضون حاجاتهم فيها. فذهبت ليلا ومعي امرأة تونسني كان اسمها أم مصطح، وكانت أم مصطح هذه متلفعة بمراطها، متلفلفة في زي اللحاف، كان اللحاف هذا طويل، وهي في الطريق دعست على طرف اللحاف هذا وطاحت. فأول ما تعركست وطاحت دعت على ولدها، ولدها كان اسمه مصطح، فقالت تعس مصطح. تقول عائشة استغربت أمرها فقلت بئس لعمر الله ما قلت، تقولين هذا لرجل من أهل بدر ومصطح حضر معركة بدر؟ فردت عليها أم مصطح قالت ما تدرين إيش قال ولدي عنك وقد تكلم فيك وقال اللي قاله؟ تقول عائشة قلت ماذا تقولين؟ فقالت إن أهل المدينة كلهم يتكلمون في عرضك يتكلمون في شرفك ويعتقدون بأن مجيئك مع صفوان كان بسبب شيء فعلتموه سوا. حاشاها رضي الله عنها أم المؤمنين تقول كنت أبا أقضي حاجتي بس من الصدمة اللي واجهتني خلاص ما قدرت حتى أروح أقضي حاجتي، ذهب عني كل ما كنت أجده وطحت في فراشي مريضة مرض أشد مما كان بي، فاجتمع علي الحزن والهم والمرض والوحدة. تقول فما زلت أبكي ليلي ويومي، ما وقفت من البكاء طول يومي وأنا أبكي. بس كانت عائشة رضي الله عنها مستنكرة سكوت أبوها وأمها، كيف خبر مثل هذا يطلع ولا يقولون؟ في يوم من الأيام دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وقال كيف أتيكم؟ فردت عائشة رضي الله عنها السلام وقالت ائذن لي أذهب إلى أبوي، أبغى أروح لأمي وأبوي. وافق النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لها أنها تروح لأمها وأبوها، فلمت نفسها وأخذت اللي تقدر عليه واتجهت لبيت أبوها أبو بكر. دخلت عليهم البيت وأول ما شافت شافت أمها، فقالت عائشة يغفر الله لك، تحدث الناس بما تحدثوا به وذكروا ما ذكروا ولا تذكرين لي من ذلك شيئا. فقالت أمها يا بنية اخفضي عليك الشأن، هوني عليك واجلسي، فوالله ما كان جارية حسناء عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها القالة، ما في بنت في مثل حالك إلا وكثر عليها الكلام، بس هوني عليك هوني عليك. هنا تأكدت عائشة رضي الله عنها اللي انقال كله صحيح، فقالت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا كله. تقول فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرق لي دمع ولا أكتحل بنوم، ما قدرت تنام من شدة التعب والحزن. عبد الله بن أبي بن سلول بدأ يتطاول في كلامه على أم المؤمنين وبدأ ينشر الإشاعات بكل مكان، وأذنابه من المنافقين ينشرون الإشاعات في كل مكان وفي كل بيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهموم ومكروب كرب عظيم، وقد وصل عبد الله بن أبي من الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل، والقذف من المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم ولعائشة من كل مكان. فراح النبي صلى الله عليه وسلم لمولاة عائشة يسألها عن عائشة لأنها كانت قريبة جدا لعائشة، كان اسمها بريرة، كانت دائما مع عائشة وتعرف عائشة مصبوط. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا بريرة أي امرأة تعلمين عائشة؟ قالت بريرة هي أطيب من طيب الذهب. والله هي أطيب من طيب الذهب يا رسول الله، والله ما أعلم عليها إلا خيرا، والله يا رسول الله لئن كانت على غير ذلك ليخبرنك الله عز وجل بذلك. بس عشان أكون صادقة يا رسول الله عندها شيء واحد بس، إنها ترقد عن العجين وتنسى منه، تنسى من العجينة حتى تأتي الشاة فتأكل عجينها،
فوالله إني قد حذرتها أكثر مرة من هذا الشيء، بس عشان أكون صادقة معك، اطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بس يبغى يتأكد أكثر وأكثر. فراح وسأل زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، وكان بين زينب وعائشة رضي الله عنها غيرة، لأن ما كان في أحد ينافس عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا زينب، فكانت الغيرة بين زينب وعائشة كبيرة. بس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا زينب، ماذا علمتي على عائشة؟ قالت زينب: يا رسول الله، حاشا سمعي وبصري، ما علمت عليها إلا خيرا، والله ما أكلمها وإني هاجرتها، ولكني والله ما كنت أقول إلا الحق. اطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. بس عبد الله بن أبي قذفه ما وقف، وأذنابه ما وقفوا الكلام أبدا، فكان شغال من أول شب الفتنة بين المهاجرين والأنصار، والحين مبسوط في الكلام اللي طلع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف إنه يقذف من كل مكان. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وبعدها قال: من يعذرني ممن يؤذيني في أهلي، يقصد بها عبد الله بن أبي بن سلول، لأن زودها مرة وكلامه زاد عن حده. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويقولون لرجل: والله ما علمت على ذلك الرجل إلا خيرا، يقصد صفوان رضي الله عنه اللي جات عائشة رضي الله عنه معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان يدخل بيتا من بيوتي إلا معي، ويقولون عليه غير الحق. قام واحد من الأوس وقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن يكن من الأوس آتيك برأسه، وإن يكن من أخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك نمضي لك. أوه، عبد الله بن أبي كان من كبار الخزرج، كان خزرجي، وكلمة الأوسي دي ما أعجبت الخزرج أبدا، خاصة أن الأوس والخزرج كان بينهم حرب وعداوة شديدة قبل الإسلام. فقام واحد من الخزرج وقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنه من الخزرج، ولو كان من الأوس ما قلت ذلك، ولكن باقي في قلبك العداوة اللي كانت بيننا وبينكم في الجاهلية، وقد محى الله ذلك. كل هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وكأن الشيطان دخل بين الصحابة. فقام الأوسي وقال: كذبت والله، لنقتلنه وأنفك راغم، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، والله لو نعلم ما يهوى رسول الله ذلك في قوم منا ما غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه حتى آتيه برأسه، ولكني لا أدري ما يهوى رسول الله. شبت الفتنة بين الصحابة كلهم والنبي على المنبر، وبدأ الأوس والخزرج ينفصلون عن بعضهم، وكل واحد ينحاز إلى قبيلته، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بينهم. فقام الخزرجي وقال: تأبون يا آل أوس إلا أن تعودوا للعداوة اللي كانت بيننا في الجاهلية، والله ما لكم بذكرها حاجة، لا تستطيعون علينا، وإنكم لتعرفون لمن كانت الغلبة في معركة بعاث، وقد محى الله بالإسلام ذلك كله. فقام الأوسي وقال: بس إنك تعرف من غلب يومها يا خزرجي، كانت الغلبة للأوس. فبدت الفتنة تصعد بينهم صعود كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على منبره، وبدوا يصطفون للقتال، وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. فجأة إلا وصوت سيف يخرج من غمده وصياح في صفوف الخزرج. المنافقين اتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنا، هذا الشيء اللي خلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تدخل في حالة اكتئاب. عاشت أيام صعبة جدا، لكن بعد ما زارها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمها وأبوها، اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة. فإيش اللي حصل بالضبط؟ أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تتهم بالزنا شيء مو بسيط، شيء أشعل الفتنة حتى بين المسلمين. ففي هذه القصة اللي راح نحكيها اليوم، شخص يهجم على حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، يضربه بالسيف ضربة كانت قاتلة. فليش هذا الشخص هجم على حسان بن ثابت؟ وكيف تحقق حلم الفتاة بره بنت الحارث؟ بره بنت الحارث اللي هو سيد من سادة العرب، واللي دخل حتى هو في الإسلام بعد ما شاف معجزة أمام عيونه، معجزة خلت الحارث وبنت الحارث بره يدخلون في الإسلام. وراح نحكي في قصة اليوم كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اصطف الأوس والخزرج للقتال أمام عيون النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على المنبر. بعد كل اللي قالوه المنافقين في المدينة عن عائشة رضي الله عنها وكيف انها رجعت مع صفوان رضي الله عنه، فبعد ما اكتشفت عائشة رضي الله عنها عن كل الكلام اللي انقال فيها، راحت عند أهلها وسألت أمها وأبوها عشان تتأكد هل هو الخبر صحيح
أم لا، واللي اكتشفت بعدها بأن هذا الكلام صحيح وإن فعليا المنافقين جالسين يتكلمون فيها وفي عرضها. هذا الشيء خلى عائشة رضي الله عنها تبكي ليل ونهار، لا تتهنى في أكلها ولا في نومها، دخلت في حالة اكتئاب قوية جدا. هذا الشيء طال معها والأيام تمشي. الأمر ما وقف هنا وبدوا المنافقين يتطاولون في الكلام، أخذوا راحتهم في الكلام في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف الحقيقة، فتحل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالصمت إلين يتأكدون بالحقيقة. بس بعد ما تطاول المنافقين في الكلام انفتن بعض الصحابة، وكان من اللي انفتن حسان بن ثابت الخزرجي، واللي كتب أبيات يسب فيها صفوان رضي الله عنه. في هذه الأبيات كان يسب فيها صفوان، بس صفوان جات في خاطره وغضب غضب شديد لأنه بريء ما سوى شيء، وهذا الشيء كبر في صدر صفوان، فكان حتى صفوان تأذى من هذا الخبر. طبعا صفوان كان من المهاجرين، أما حسان بن ثابت كان من الخزرج، يعني من الأنصار. وزي ما ذكرنا قبل كده الفتنة اللي حصلت بين المهاجرين والأنصار بعد غزوة بني المصطلق، يعني كان في فتنة قبل كده حصلت. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يعذرني ممن يؤذيني في أهلي؟ يقصد بها عبد الله بن أبي، لأن زودها في الكلام وحتى المنافقين كلهم، بس عبد الله بن أبي كان هو الرأس حق النفاق. وكان عبد الله بن أبي من الخزرج، في شبة الفتنة بين الخزرج والأوس، لأن كانت أصلا بينهم عداوة من زمان، من أيام معركة بعاث اللي حصلت بين الأوس والخزرج، يعني كان بينهم عداوة سابقة. فقاموا الأوس وقالوا: نحن يا رسول الله نأتيك برأسه، نأتيك برأسه يا رسول الله إذا أردت ذلك. وزي ما ذكرنا قبل كده العداوة بين الأوس والخزرج، ومسألة أن الأوس قالوا هذا الكلام شبة الفتنة بين الأوس والخزرج من جديد، بس هذه المرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل الشيطان بين الأوس والخزرج، بين الصحابة، فاصطفوا الأوس والخزرج للقتال. الأوس يقولون: إلا نقتل عبد الله بن أبي، والخزرج يقولون: أنتم ما تبغون تقتلونه إلا لأنه من الخزرج، والنباقي فيكم بقايا الجاهلية. بس كان في رجل من الخزرج كان ضد كلام الخزرج وكان مع قتل عبد الله بن أبي، فكان يشوف أنه رأس النفاق ولا بد من قتله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر، وكل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من يعذرني ممن يؤذيني في أهلي. فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عبد الله بن أبي، إلى الحين ما أمر. والخزرجي هذا لا زال واقف بين الخزرج يشجعهم ويحاول فيهم أنهم يقتلون عبد الله بن أبي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم باقي ما أمر بقتله. كان واقف يعني مع الأوس، وكان الأوس والخزرج على وشك القتال. الأوس يقولون: نقتله، والخزرج يقولون: لا ما تستطيعون. وهم في حديثهم هذا وفي كلامهم هذا، إلا بسيف يخرج من غمده، يخرج ويصرخ بأعلى صوت: أضرب به رأس النفاق وكهفي، يقصد بسيفه، واطلع من صفوف الخزرج. الأوس استعدوا للقتال، يعتقدون بأن سيهجم على الأوس، بس ما كان قصده يقاتل الأوس، كان يبغى يقتل عبد الله ابن أبي بن سلول. فمع المشادات هذه كلها خلاص وصلت معه، وقال: أنا أقفل على السالفة من الأخير، أنا من الخزرج وعبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، أنا راح أقتله، ما لكم يا الأوس دخل، أنا خزرجي وسأقتل خزرجي، ومن يحاسبني الخزرج. بس النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتله إلى الآن، بس يوم شافوه الأوس خرج زي كذا ومتحمس ومتجه إلى بيت عبد الله بن أبي بن سلول. كانوا الأوس ما يبغون هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا الشيء. كل اللي حصل أن الشيطان دخل بينه، فراح رجل ومعه جماعة من الأوس يوقفون هذا الرجل من قتل عبد الله بن أبي بن سلول، لأن النبي ما أمر بهذا. بس هذا الرجل كان مسرع، فلحقوا وراه إلين وقفوا أمامه، فقالوا: ارمي بسيفك، أيحمل السلاح من غير أمر رسول الله؟ أنت صاحي أنت؟ والله لو علمنا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا هوى، أو كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم فعليا قتله، ما سبقتنا إليه. الأمر مو بين الأوس والخزرج، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بهذا، انتظر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع الخزرجي سيفه في غمده والتقط أنفاسه وهدي، ورجع هذا الخزرجي مع الأوس
إلى صفوف الخزرج. المشادات لا زالت بينهم قوية، الأوس يتكلمون والخزرج يتكلمون، بس أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر. نزل النبي صلى الله عليه وسلم يهديهم بيديه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يهديهم إلين انصرفوا. انتهت الجلسة بينهم وخرجوا من مكانهم. انتهت الجلسة إلى الحين، لكن لا زال بينهم مشادات، يعني الأمر والفتنة لا زالت موجودة بينهم. فكان الخزرجي لا يكلم الأوسي أبدا بسبب هذا الموقف. ففوق الفتنة اللي حصلت لعائشة رضي الله عنها، رجعت الفتنة بين الأوس والخزرج، يعني المدينة صارت مليئة بالفتن، فيعني زادت المسؤولية على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أنه يحل مشكلتين، الفتنة اللي قاعد تصير لعائشة رضي الله عنها والفتنة بين الأوس والخزرج. استمرت الأيام والفتنة كل ما لها تزيد. ففي يوم من الأيام عائشة رضي الله عنها لا زالت حزينة في بيت أمها وأبوها، كانت دمعتها ما توقف لا ليل ولا نهار، وهي على هذا الحال إلا بشخص يطرق باب بيته. ففتحوا لهذا الطارق، إذا به النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب. رحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدخلوه البيت، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وراح إلين عند عائشة، وكانت هي مسدوحة على الفراش تعبانة، وصلت مرحلة شديدة جدا من التعب، فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم وجلس. كانت عائشة وقتها تبكي بكاء شديد، وزاد بكاءها يوم شافت النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد صمت قليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد يا عائشة فإنه بلغني كذا وكذا، وقال السالفة كاملة. وعائشة رضي الله عنها تبكي ويشتد بكاءها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كنت بريئة يبرئك الله، وإن كنت ألممت بشيء مما يقول الناس فاستغفر الله عز وجل، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. تقول عائشة يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وقف دمعي، كل البكاء الشديد اللي كنت أبكيه وقف، ذهب دمعي حتى ما أجد منه شيئا، مصدومة من كلامه. يعني يا رسول الله تعتقد أني سويت هذا الفعل؟ تقول: نظرت في أبي وأقول له أجب رسول الله دافع عني. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله ما أدري ما أقول، ما أدري ما أقول وما أجيب به عنك، هذا رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش أقول له؟ صح أنت بنتي، بس هذا رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هاجرت معاه، اللي تحملت الأذية معاه. في المسألة كانت قوية جدا على أبو بكر بين بنته وصاحبه، وفوق إن هذا صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: في يوم شفت أبوي يقول هذا الكلام التفت لأمي، نظرت في أمي قلت لها: أجيبي عني رسول الله، أجيبي على رسول الله، دافعي عني. فقالت الأم: والله ما أدري ما أجيب عنك رسول الله، ما أدري، هذا رسول الله ما أقدر أقول له شيء. تقول عائشة: ما كان في أحد بيدافع عني إلا أنا لازم أتكلم في هذا الموقف. قالت عائشة رضي الله عنها: إني والله قد علمت أنكم سمعتم بهذا الحديث فوقع في أنفسكم فصدقتم به، فلئن قلت لكم أني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر يعلم الله أني منه بريئة لا تصدقوني. قالت هذا الكلام وهي مخنوقة من الحزن والقهر. فقالت: وإني والله ما أجد لي مثلا إلا كما قال أبا يوسف، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. تقول: من القهر والله العظيم إني نسيت اسم يعقوب، يعقوب عليه السلام، وما أتذكر إلا إنه أبو يوسف، من القهر نسيت اسمه، ما أهتدي من الغيظ، من قوة زعلي نسيت اسم يعقوب. تقول: بعد كلامي هذا ما سمعت أي أحد، وقمت لفراشي ورحت اضطجعت، وكنت أكلم نفسي من القهر وأقول: والله يعلم أني بريئة وأنا بالله واثقة أن يبرئني الله ببراءته، لن أعتذر من فعل ما سويته. الأمر كان مو بس عظيم على عائشة رضي الله عنها، فحتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام في عرض النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر عظيم جدا، حتى على أبو بكر، فحتى أبو بكر رضي الله عنه كان الأمر عظيم جدا عليه، فكان أبو بكر زعلان على اللي قاعد يصير. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فما أعلم أهل بيت من العرب دخل عليه ما دخل على آل أبي بكر، والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية، حيث لا نعبد الله ولا ندعو له شيئا فيقال لنا في الإسلام. الأمر عظيم حتى على أبو بكر، لأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بنته، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأبو بكر جدا عظيمة وجدا قوية. خلوني بس أقول لكم مثال عن صحابة أبو بكر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن صحابتهم قوية جدا. في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في طريقهم للمدينة، نام النبي صلى الله عليه وسلم تحت صخرة
وكان عطشان النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أبو بكر كان عطشان مع النبي، شاف هذا الراعي والنبي صلى الله عليه وسلم نايم تحت الصخرة، فطلب أبو بكر رضي الله عنه من الراعي هذا شويتين من اللبن. يقول فحلبت له كثبة من لبن فأتيت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رضيت. يوصف أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب حتى أبو بكر رضي. شوف العلاقة القوية بين أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول للصحابة هل أنتم تاركون لي صاحبي، ويكررها ويقول هل أنتم تاركون لي صاحبي، يقصد بها أبو بكر. في الأمر جدا عظيم حتى على أبو بكر. تقول عائشة رضي الله عنها أقبل علي أبي مغضبا، كان وقتها زعلان أبو بكر من اللي قاعد يصير. تقول عائشة يوم شفته بهذا الحال أخنقتني العبرة، ما ودني أشوف أبوي زعلان لهذه الدرجة. تقول بس قلت في نفسي والله لا أتوب إلى الله مما ذكرتم أبدا، أنا ما سويت هذا الشيء، مع أن أبوي كسر خاطري بس والله ما أتوب من شيء ما سويته. الأمر عظيم والفتنة عظيم. جلست عائشة رضي الله عنها تدعي وتلجأ إلى الله وحده، ففجأة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق، وجهه يحمر ويتعرق ويتعب، فسجي على وجهه، غطوا على وجهه بالغطاء، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد التعب على النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه، فجابوا مخدة من جلد وحطوها تحت رأس النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كنت أدعي وانصدمت، استبشرت من اللي قاعد يصير لكن ما توقعت أنه راح ينزل الوحي. لأيم الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن ينزل في قرآن يقرأه الناس في صلاتي، ما كان في عقلي أنه بيكون قرآن يعني، بس كنت مستبشرة لأني كنت أدعي الله. بس كان أبو بكر وأم عائشة رضي الله عنها خائفين على أعصابهم. تقول عائشة وأما أبوي فوالذي نفسي بيده، إن أنفسهم بتخرج من أجسادهم من الخوف، خائفين من أن الله سبحانه وتعالى يحقق ما قال الناس. أنا متأكدة لكن أبوي وأمي مو متأكدين، فعشان كده هم على أعصابهم. أما أنا مستبشرة. بس كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وهو يضحك، شال الغطاء وهو مبتسم. تقول عائشة وإنه لا يتحدر منه مثل الجمهور، يعني مثل اللؤلؤ قاعد يطلع من وجهه، تقصد به العرق. والنبي صلى الله عليه وسلم يمسى على جبينه، فكانت أول كلمة قالها يا عائشة إن الله قد أنزل براءتك. قتل النبي صلى الله عليه وسلم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إلى آخر ما نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة أنا مصدومة إن قرآن يقرؤونها الناس في صلاتهم، والله إني كنت أرجو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤية، يرى في منامه شيء يكذب ما قاله أصحاب الإفك، أما قرآن فلا والله ما ظننته. التقطوا أنفاسهم أمي وأبوي، ريحوا شويتين وسري عنهم. فقالت أم عائشة لعائشة رضي الله عنها قومي إلى رسول الله، قومي فاشكريه. فردت عائشة والله لا أقوم إلا بحمد الله لا بحمدك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشر مبتسم، فصعد على المنبر وحمد الله وأثنى عليه. بعدها تلا الآيات اللي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها، وكان بين الحضور صفوان رضي الله عنه اللي فرح شديد لأنه طلع من هذه السالفة بريء الحين. بس كان بخاطره أبيات حسان بن ثابت تأدى منها أدا كبير، فكان صفوان رضي الله عنه حامل على حسان بن ثابت الكثير من الحقد والأذية اللي تأذاها من أبيات حسان. فكان قلب صفوان رضي الله عنه مو براضي. أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف على كل مسلم انفتن بهذه الفتنة، وكان منهم حسان بن ثابت. بس الأصح إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الحد عليهم وهذا الثابت. بس صفوان رضي الله عنه ما كان راضي تماما عن الأبيات اللي قالها حسان بن ثابت، وكانت دائما تتردد في ذهنه. فكان في يوم من الأيام جالس ناظر في سيفه، وعلامات عدم الرضا مليانة في وجهه. الحين انحلت مشكلة عائشة رضي الله عنها وهديت هذه الفتنة، باقي الفتنة اللي صايرة بين الأوس والخزرج. أمرهم جدا متوتر والأمر جالس يزيد يوم ورا يوم. الأوسي ما يجلس مع الخزرجي، والخزرجي متحسس بشكل كبير من الأوسي. الوضع بينهم ما ينطق. بس النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أخذ بيد سيد الأوس، أخذ بيد
جدة واتجه إلى سيد الخزرج، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأوس. توجهوا إلى سيد الخزرج ودقوا على بابه. سيد الخزرج أول ما فتح شاف النبي صلى الله عليه وسلم، فضروري أنه يضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بيته ودخلوا مع سيد الأوس والأوسيين اللي موجودين معه من الصحابة. فقدم سيد الخزرج الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم كنوع من الضيافة، وهنا بدأ يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الأوس معه. بدأوا يأكلون الأوس من الأكل اللي قدمه سيد الخزرج، وبدأ الكلام والسوالف تجري بينهم وكأن قلوبهم ارتاحت البعض. فبعدها بأيام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد سيد الخزرج ومع مجموعة من الخزرجيين، واتجهوا إلى سيد الأوس وطرقوا على بابه، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالخزرج، فقدم لهم الأكل ونفس الشيء حصل، وبكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم على الفتنة. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته أصلح بين الطرفين من دون ما يفتح أي ملف سابق قبل كذا، حتى ما جاب طاري الحدث اللي حصل قبل كذا. صفوان رضي الله عنه كان من المهاجرين، كان يمشي بسرعة ومعاه سيف متوجه إلى الخزرج. دخل على الخزرج وكان حسان بن ثابت جالس مع القوم وصفوان معاه سيفه. توجه صفوان وكان الخزرج يناظرون بكل براءة، ما كانوا يدرون إيش اللي ينوي عليه صفوان، ما استوعبوا إلا بعد ما رفع صفوان رضي الله عنه سيفه وضربها حسان بن ثابت، إلا حسان بن ثابت مرمي على الأرض ينزف بالدماء. هنا عرفوا الخزرج بأن الوضع جدي، فقاموا على صفوان امسكوه واضربوه، ضربوا صفوان وربطوه بالحبال، وحسان بن ثابت على الأرض مرمي غرقان في دماء. كان حسان بن ثابت بين الحياة والموت، ما حد يدري هل هو حي ولا ميت. وكانوا الخزرج يضربون صفوان ضرب مبرح، من قوة الضرب والصياح مر واحد من أهل الخزرج، شاف حسان بن ثابت مطروح على الأرض مليان بالدماء وهذولا يضربون صفوان، فقال هذا أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إيش؟ إيش اللي قاعد تسوونه؟ إيش الفوضى اللي قاعد تصير؟ قالوا لا، ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء جالس نسويه، بس إن صفوان دخل بسيفه وضرب حسان. قال ما أنصحكم باللي قاعد تسوونه، خذوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم. فجروا صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا حسان بن ثابت ولفوه في دمائه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال حسان يا رسول الله شهر علي السيف وأنا مع قومي، ثم ضرب بني بالسيف بنية القتل، ما كنت أشوف في عيونه إلا الموت ولا أراني في جرحي هذا إلا ميت، يعني جرحي هذا بيقتلني يا رسول الله، الجرح هذا عميق. فزعل النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في صفوان وقال له ولي ما ضربته وحملت السيف عليه؟ فقال صفوان يا رسول الله آذاني وهجاني يا رسول الله، هجاني وسفه علي وحسدني على إسلامي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخزرج بأنهم يحبسون صفوان عندهم، فإذا مات حسان بن ثابت يقتلون صفوان، يقصون بصفوان خلاص، فتصير نفس بنفس، فيجري حكم الله سبحانه وتعالى على صفوان. ففعليا الخزرج أخذوا صفوان عندهم وربطوا، بس سيد الخزرج ما عرف عن أي شيء حصل، كان اسمه سعد بن عبادة، فأول ما عرف اتجه على طول إلى حسان بن ثابت وقال له إيش اللي صار بالضبط؟ ليش صفوان مربوط عندنا؟ فعلم حسان بكل شيء. فقال سيدهم سعد بعد ما سبيتوه بالشعر وهجيتوه، يوم جاكم بالسيف سجنتوه. قال حسان بن ثابت هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سيد الخزرج قد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق، ولكن النبي أقرب للعفو من ذلك، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يطلق سراح صفوان، صفوان من المهاجرين، واللي سواه حسان بن ثابت خطأ. فقال حسان بن ثابت الأمر بين يديك، سوي اللي تبغاه وسوي اللي تشوفه صح، الأمر بين يديك يا سعد. فراح سيد الخزرج لصفوان وهو مربوط وفكر باطه وقال تعال يا صفوان، وأخذه لبيته ولبسه أحسن لباس وفك أسره. فخرج صفوان واتجه إلى المسجد النبوي يصلي، وانطلق سيد الخزرج سعد لحسان وقال له اخرج للنبي صلى الله عليه وسلم الحين وقل له كل حقوقي أنا كحسان لك يا رسول الله، كل حق لي لك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد النبوي إلا وصفوان داخل، وكان لابس لباس جميل ما عرفه من اللباس الجديد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صفوان؟ فقال الصحابة نعم يا رسول الله صفوان. فقال النبي من كساه؟ قال الصحابة سعد بن عبادة سيد الخزرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كساه الله من حلل الجنة. انبسط النبي صلى الله عليه وسلم بشوفة صفوان، فكان سيد الخزرج صادق في كلامه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان راضي. شويتين
حسان بن ثابت يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة، قال: يا رسول الله، كل حق لي هو لك يا رسول الله. فانبسط النبي صلى الله عليه وسلم من كلام حسان، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم حسان أرض كبيرة أعطاه إياه كهدية له. أما سعد بن عبادة فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم أموال كثيرة على اللي سواه وعلى حكمته، كيف إنها أرض حسان بن ثابت وسوى الشيء اللي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. الحين نرجع ورا شويتين، تتذكرون الحارث سيد بني المصطلق؟ كان لا زال حي وعيونه ما قد نامت من ذاك الوقت، وبالتحديد من يوم سبيت بنته، من يوم سبيت بنته بسبب هذيك المعركة، وعينه ما نامت ولا ارتاحت أبدا، خاصة أنه كان هو السبب، كان هو اللي مليان بالكبر، كان هو سبب المعركة هذيك، فكان قلبه ما هو براضي أبدا على اللي صار لبنته، وعقله يكرر: أنا السبب، أنا السبب، أنا السبب في اللي صار لبنتي. ففي يوم من الأيام كان يتلوى على فراشه من الندم والحزن، فقرر قرار، قرر إنه ياخذ مجموعة من أفضل الإبل اللي موجودة ويتوجه إلى المدينة، وتكون هذه الإبل كفدية لبنته. فعليا جمع مجموعة كبيرة من أفضل الإبل اللي موجودة في بني المصطلق وتوجه إلى المدينة. طبعا برة بنت الحارث كانت من نصيب صحابي اسمه ثابت بن قيس، فكانت عند ثابت بن قيس وكانت بنت جميلة جدا، فتاة من أجمل الفتيات، وفوق ذا كلها بنت سيد من سادة العرب، يعني أمرها مو هين يعني. فقررت برة بنت الحارث أنها تشتري نفسها من ثابت بن قيس، يعني تبغى تكاتب نفسها، تبغى تصير حرة على أنها تدفع المال لثابت بن قيس. فتوجهت للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أبوها كان متوجه إلى المدينة الحين، وكان معها الكثير من الإبل من أفضل الإبل، وهو يمشي في أحد الأودية اللي كان اسمها العقيق، كان اسمها ذاك الوادي العقيق، طالع إلا والله الإبل هذه جدا جميلة ومن أفضل الإبل. فقال: يا ولد، إيش رايك أخذ لي اثنين من هذه الإبل وأربطهم في هذا الوادي، ما حد بيدري عنها، أروح أعطي الإبل هذه كفدية لبنتي وأخذ بنتي وأرجع أخذ الاثنين هذه من الإبل ونرجع لقريتنا. وفعليا فك ثنتين من الإبل وربطهم في هذا الوادي وتوجه ببقية الإبل إلى المدينة. وصل الحارث إلى المدينة ودخل عند النبي صلى الله عليه وسلم، بس أول ما دخل عند النبي تفاجأ بأن بنت عند النبي كانت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتري نفسها من ثابت بن قيس. انصدم، بس قال أبوها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أصبتم ابنتي، هذه الإبل كلها اللي أنت تشوفها يا محمد فداؤها، خذها وأعطني ابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق في شعبي كذا وكذا؟ البعيران اللي دسيتهم أنا لوحدي والله ما يعرف عنهم إلا الله. فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله. فأسلم، ويوم أسلم الحارث أسلمت ابنته برة، وكان للحارث ولدين حتى هم أسلم. فأرسل أبوها واحد يجيب البعيرين من هذاك الوادي، ففعليا جاب البعيرين وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم برة بنت الحارث لأبوها. بس قبل ما تخلص الجلسة هذيك خطب النبي صلى الله عليه وسلم من الحارث بنته برة، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وكان مهرها 400 درهم، طبعا 400 درهم شيء كبير زمان. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وغير اسمها من برة إلى جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها. فمن بعد ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ساروا الأسرى كلهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقربون لجويرية أم المؤمنين، فكل من كان يملك من أسرى بني المصطلق أعتقهم لوجه الله، حتى أعتق من الأسرى 100 بيت. فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة من جويرية رضي الله عنها. من أبشع الجرائم اللي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الجريمة استخدموا الجناح الشوك من الصحراء في قتل ضحيتهم، كانت الجريمة بشعة إلى أبعد الحدود. والعجيب في هذا كله إنهم كانوا من صفوف المسلمين، والمشكلة الدافع كان جدا بسيط، ما كان عندهم دافع غير الأنانية والطمع، فارتكبوا هذه الجريمة بنفس طماعة وأنانية، واللي خلاهم يرتدون عن الإسلام، واللي بعدها نزل فيهم حكم الله سبحانه وتعالى بقرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم نقرأه إلى يومنا هذا. وفي قصة اليوم استعانت خيبر ببعض قبائل العرب، فتحزبت الأحزاب لغزو المسلمين في المدينة، بس اللي خرج لهم من المدينة فقط 30 صحابي، 30 فقط مقابل جيوش مجيشة. خلونا نرجع ورا شويتين، وبالتالي
وبالتحديد في قصة اغتيال سلام بن أبي الحقيق واللي ذكرنا قصته قبل كده. سلام بن أبي الحقيق كان سيد من سادة خيبر، وهذا الشخص أفرط في سب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا مجموعة من الخزرج من الصحابة لاغتيال هذا الرجل الخبيث داخل خيبر اللي كان أغلبهم أهل الحرب وفرسان من أشد الفرسان، فاغتالوه في قصة عجيبة جدا ذكرناها قبل كده. المهم أنهم اغتالوه بعد مقتل سلام بن أبي الحقيق، وبالتحديد في رمضان سنة 6 هجري. صار الوضع في خيبر فوضى شويتين لأنه كان سيد من سادتهم، فقام أقوى وأشجع رجل في خيبر كان اسمه أسير بن زارم، فقال في قومه إنه والله ما سار محمد إلى أحد منا إلا بعث أحدا من أصحابه فأتى برأس من أراد منا، ولكني لست مثلكم، أنا ماني فاغر مثلكم، ولا أصنع ما صنع أصحابي، أصنع ما لم يصنعوا. قالوا وما عسى أن تصنع؟ أسلم، أعطنا اللي عندك بس حنا كلنا أذن. قال أسير في غطفان فأجمع منهم من أجمع، ثم نسير إلى محمد في عقر داره، فإنه لم يغز أحد في داره إلا أدرك منه عدوه بعض ما يريد. يعني حتى في أسوأ الأحوال اليوم بننهزم بنكسب شيء، ما عليكم بس امشوا. عندهم مرحلة التعزيز مرة مرتفعة. قالوا نعمة ما رأيت، وحن معك الحين نحد شفرات سيوفنا جاهزين للقتال. يعني ما عندهم حتى شاورني أشاورك، ممكن صح ممكن غلط، خلينا نخطط، لا قدام. مرحلة الشير ركب عندهم مرتفعة جدا. فعليا راح أسير هذا الغطفان، دخل بينهم وأعطاهم العلم كامل، وقال لهم اسمعوا، إن كان طلعتوا معي فلكم من ثمار خيبر، ها وش رأيكم؟ وتراكم غانمين معنا، يعني إذا انتصرنا تأخذون شيء من الغنائم. غطفان ما عندهم مانع، هم أصلا ورينا وين الحرب حنا لها. خرجوا مجموعة مع أسير، مجموعة كانت كبيرة مبسهة، وهم في الطريق كانوا يضحكون على محمد صلى الله عليه وسلم على إنه ما درى وإنه راح نغزوه، ويسولفون مع بعضهم، وما كانوا يدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم محنك، وكل اللي صار هذا واللي حصل، وعين من عيون النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يسمع كل شيء وينقله للنبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقتل سلام رجل من الصحابة عشان يشوف أحوالهم بعد مقتل سيده. فرجع الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، دوبي طلعت من خيبر يا رسول الله، وكانوا يخططون على غزو المدينة، وما كانوا لوحدهم يا رسول الله، الله كان مستعين بغطفان، يجمعون الأحزاب لغزو المدينة، علم بكل اللي جالسين يخططون لها أهل خيبر. فقاموا 30 من الصحابة وقالوا يا رسول الله، حنا لها يا رسول الله، وحنا رجال الحرب، خلها لنا. كان قائدهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابي هذا برسالة معه، إنهم يقنعونه بأن 30 هذولا آمنين، بعدها إذا تبه حرب فحنا لها. فيحكي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه القصة على لسانه، طبعا أنا بقرب لكم إياها باللهجة حقتنا، بس هو في نص واضح يقول خرجنا في ذيك الليلة ومشينا في الصحراء، جلسنا نمشي في الصحراء إلين تعمقنا فيها، كنا في طريقنا إلى خيبر. طبعا خيبر لوحدها مليانة من أقوى وأشد فرسان العرب، فكيف لك لو كانت غطفان الحين معهم، يعني جيش جدا قوي، والصحابة فقط 30. يقول عبد الله وصلنا إلى منطقة قريبة من خيبر، فأرسلنا رسول إلى خيبر، دخل خيبر وكان رسول، والرسول لا يقتل، فوصل بالرسالة إلى أسير اللي هو كان قائد الجيشين. ففتح أسير الرسالة وقراها، كان في الرسالة إنا آمنون حتى نأتيك فنعرض عليك ما جئنا إليه، حنا مسالمين وما نبغى حرب، يعني حنا عندنا كلمة في حلوقنا، خلنا نعطيك الكلمة هذه، إذا عجبتك أعجبتك، إذا ما عجبتك أشهر سيفك ونشهر سيوفك. فأرسل الرسول لأسير، فدخل في خيبر، دخل والجيوش مليانة، ما هي إلا دقائق إلا والرسول هذا يرجع. يخرج من خيبر متجه إلى الصحابة، وصل عند الصحابة وقال لهم إن أسير يقول لكم نعم موافق، ولكن لي مثل ذلك منكم، يعني من الأمان أدخلكم خيبر لكن تكونون على كلمتكم. قالوا إيه بس نبغاك فقط في كلمة رأس، خلينا ندخل خيبر نكلمك كلمة الرأس دي، ولنا الأمان ولك الأمان. توافقوا ودخلوا 30 صحابي هذا في جيوش مجيشة من غطفان وخيبر، وهم يمشون بين الجيوش هذه. فوصلوا عند أسير وقالوا له يا أسير، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك أن تخرج إليه وتروح له المدينة، فيستعملك على خيبر ويحسن إليك،
بتصير سيد خيبر، سيد قومك. إيش رأيك في الفكرة؟ يعني بتصير من أسير الشجاع إلى سيد من سادة خيبر، شيء مو بسيط يعني. ويصير اللي بيننا هدنة والأمور بيننا زي الفل، بدل ما نخش في حروب وفي دماء وهذا الأمور. نظر فيهم وعيونه مليانة بطمح الملك والسيادة، قال اسمعوا أنا معكم بس بشاور قوم، ما يصلح أني أسوي شيء وقومي ما يعرفون حد. قالوا خذ راحتك شاورهم، بس ترى الوضع يعني سيريس، الوضع ترى جدي. راح أسير لقومه وقال لهم اسمعوا السالفة كذا وكذا، وأنا الحقيقة مبدئيا أقول لكم إن الفكرة جدا عجبتني. قالوا أهل خيبر والله ما كان محمد بيستعمل رجلا من بني يعقوب أبدا، نعرف محمد حنا. قال وش دراكم والله أنا شفت في وجيههم الصدق، وترى أننا مللنا من الحرب والقتال، والحرب هذه مفسدة فيها. قالوا أهل خيبر أهكذا يقول لنا أسير؟ أسير الشجاع اللي كان يلاحق الحرب وين ما كانت، ما ظنتي إلا طمعا في السيدة والحكم. ترى أنا خايفين عليك أنك تخرج من خيبر الحين ولا باقي ترجع لخيبر أبدا، ترى أنا بلغنا وبكيفك أنت. نظر فيهم وكأن الكلام هذا أثر في قلبه، يعني كأنه خاف، ما فكر في هذه الفكرة، بس طمعه في السيدة والملك طغى عليه. فراح للصحابة وقال لهم ما أخرج لوحدي، أنا ما بخرج لوحدي، يخرج معي نفر. وافقوا الصحابة بس بشرط أنهم ما يتجاوزون 30، وأنهم يأتون بدون أسلحة، يعني يخلون سيوف، ما يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم بسيوف. صاروا الصحابة 30 وأسير واللي معه 30، وخرجوا من خيبر ومشوا إلين تجاوزوا 6 أميال من خيبر، يعني تعمقوا في الصحراء شوية. كان أسير طول الطريق عقله تصارع بين الطمع للسيدة والخوف من كلام قومه إنه ما راح يرجع لخيبر. وكانوا الصحابة ملاحظين في وجه أسير إنه مقلوب، وجهه متغير وكأنه ندمان إنه خرج، يعني بدت ملامح الندم تظهر عليه. فكان أسير يمشي بجنب واحد من الصحابة كان اسمه عبد الله بن أنيس، وكان عبد الله بن أنيس يمشي في الصحراء، وكان الشخص الوحيد اللي جنبه أسير. فيقول عبد الله بن أنيس وأنا أمشي في الصحراء إلا وأحس بشخص يمسك سيفي، يوم حسيت بهذا الشعور دفعت بعيري، ناظرت وما كان جنبي إلا أسير. عرفت أن ملامح الندم اللي على أسير هذه بدت تصير إلى أفعال، فبديت أدفع بعيري شويتين وأوخر عنه. فقلت في نفسي غدرت يا عدو الله، فرجعت أقرب منها مرة ثانية عشان أتأكد وأشوف إيش اللي بيسوي، إلا وفعليا يحس بيد شخص على سيفه للمرة الثانية وما كان جنبها إلا أسير. بس هذه المرة حاول يطلع السيف. يقول عبد الله بن أنيس عرفت إنه هو، هذا هو خلاص. يقول فرجعت ودفعت بعيري، وخرت، حاولت إني أخلي الموضوع كأني ما أعرف تباقي، ماني عارف عن شيء، يعني مسوي نفسه انه مو بداري. يقول عبد الله بن أنيس هل من رجل ينزل فيسوق بنا، يعني ينزل من بعيره ويسوق بعيره بيده عشان يشوف وين الطريق بالضبط، الا ما نزل احد ابدا. يقول عبد الله بن أنيس استغليت الفرصه ونزلت انا بنفسي، فصرت اسوق بعيري انا واحاول اضلل معايا أسير واوخر عن باقي القوم عشان استفرد في أسير. وفعليا مشيت بهم وبدا أسير ينشق عن الباقي. خلاص استفردت الحين بأسير، وكان أسير على بعيرة، كنت أطالع في أسير وهو على بعيرة وأنا أمشي، فأخرج سيفي بكل هدوء، فرفعت يدي وكان ظلام، ما كنت أشوف إلا فخذة، فضربت فخذة إلا بشيء يطيح على الأرض، إذا بها فخذة وساكة أمام عيوني، إلا بجسده بعدها يسقط من على البعير على الأرض، ومعه صوت، الصوت هذا شيء مو بسيط، يعني بإمكانه يشق اللحم حتى. يقول فأقبلت عليه بسيفي عشان أضربه، فسبقني وضربني بصوته فشج رأسي، فبدأ الدم ينزف على وجهي وبديت حتى أتنفس دم، فأنهال عليه بسيفي فأقتله، أقتله وأنا يلا يلا أتنفس، الدم مل وجهي. طبعا صياح أسير من الألم نبه الثانين عن اللي جالس يصير، فهربوا راجعين لخيبر، بس الصحابة لحقوا وراهم، لحقوا وراهم بأسرع سرعتهم، فكان الواحد يهرب والصحابي وراه فيلحقها الصحابي فيقتله، فجلسوا على هذا الحال حتى قتلوهم كلهم ما عدا واحد دخل في قومه وهرب. رجعوا الصحابة للمدينة وعبد الله بن أنيس يحاول يلم جرحه مع بعض، كان جرحه مفتوح، يحاول يوقف النزيف بس النزيف مو راضي يوقف. النبي صلى الله عليه وسلم في ذيك اللحظة مع الصحابة كان يحكيهم ويسولف معهم. فجأة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة تمشوا بنا إلى الثنية نتحسب من أصحابنا خبرا، فمشوا مع
النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتناقشون ويسولفون إلين ثنيات الوداع. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا المرتفع، وثنيات الوداع كان زي المرتفع يعني على مشارف المدينة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المرتفع وهم على هذا الحال إلا بالصحابة جايين من بعيد. فيقول عبد الله بن أنيس: وصلنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وجهي كله ينزف بالدم وباقي الصحابة ما فيهم شيء. فأول ما قلنا للرسول صلى الله عليه وسلم إنهم غدروا بنا بعد ما أمناهم وبعد ما وصلنا رسالتك لهم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نجاكم الله من القوم الظالمين. يقول عبد الله بن أنيس: جرحي كان مفتوح وينزف، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم جرحه ولمه ونفث فيه. كان الجرح مفتوح وينزف بس بعد ما نفذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقف من النزيف. فلم تقح بعد ذلك اليوم ولم تؤذني وقد كان العظم فلا، كان العظم باين والقيح حتى يخرج منه. بعدها مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه عبد الله بن أنيس ودعا له. طبعا اللي حصل هذا كله في شهر رمضان، بعد تقريبا شهر من هذا الحدث، وفي شهر شوال من نفس السنة جو 8 أشخاص من منطقة اسمها غرينة، كان أغلبهم بدو جايين من البادية. جو للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عنده وقالوا: نشهد بأن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ودخلوا في الإسلام الثمانية كلهم. بس بعد تقريبا يوم واحد من مكوثهم في المدينة بدت حالتهم النفسية والصحية تسوء، مرضوا مرض غريب. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نحن أهل بادية وأهل إبل وصحراء، معنا حضر يا رسول الله، وجو المدينة أتعبنا، استوبأنا من أجواء المدينة. تذكرون لقاح النبي صلى الله عليه وسلم النياق الحوامل اللي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت دائما هذه النياق ترعى خارج المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذول الثمانية اللي ما يحبون جو المدينة وجو التحضر يعني إنهم يعيشون مع هذه الإبل خارج المدينة، يروحون عند هذه الإبل يشربون من ألبانها وأبوالها. وكان على نياق النبي صلى الله عليه وسلم راعي اسمه يسار النوبي، كان يسار النوبي هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليا راحوا الثمانية هذولا عشان يعيشون في هذه المنطقة البعيدة واللي تعتبر منطقة بدو يعني، فعاشوا هناك أجواء البادية، شربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها إلين اصطحوا وقوي صلبهم ونفسيتهم بدت تتحسن وأمورهم الصحية تمام. بس كانوا ينظرون لهذا النياق الجميلة واللي تعتبر من أفضل الأموال عند العرب واللي يسمونها باللقاح، فكانوا ينظرون لهذا اللقاح بنظرة الطمع والحسد في نفس الوقت. طق عندهم عرق وبدت شعور الجاهلية يعود لهم. استغلوا غفلة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الراعي المسكين وشلوا الإبل معاهم وهربوا في الصحراء. بس مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على آخر لحظة شافهم ونادى عليهم، فنادى هذا الراعي معه نفر وانطلقوا عليهم، فقابلهم ومنعهم وذكرهم بالله وقال لهم: اتقوا الله في اللي قاعدين تسوونه، هذه نياق رسول الله. قالوا: أي رسول الله يا شيخ، وأي كلام تتكلم عنه، وخر عنا وخر عنا لنقتلك. قال لهم: ما بتمرون، بتقاتلوني. فقاتلوهم حتى انقتلوا كلهم ما عدا مولى رسول الله، كتفوه وربطوه فقطعوا يده ورجله وكان يصرخ بأعلى صوت من الألم وقوة الألم. فمن صياحه العالي هذا راحوا أخذوا شوك عشان يسكتونه وفتحوا فمه وغرزوا بالشوك في فمه عشان يسكت، فعبوا فمه بالشوك، امتلأ فمه من الشوك وباقي في يديهم بقايا شوك، ففتحوا عيونه وغرزوا ببقايا الشوك في عينه حتى غطوا فتحات عين. هذا كله والراعي لا زال حي، أعوذ بالله من قسوة القلب. فأخذ النياق معهم وهرب، والراعي مطروح على الأرض وبقية النفر اللي كانوا معاه مقتول. كان في امرأة في نفس المنطقة راكبة على حمارة، كانت تمشي على حمارها إلا وتشوف شيء أسود ضايع في الأرض. قربت منه، قربت قربت قربت، بس انصدمت بهذا المنظر اللي أمامها، مجموعة من القتلى مرميين وهذا الجسد اللي مبتوره يده ورجله ومعبى فمه وعيونه بالشوك، أعوذ بالله. وقد فاضت روح هذا الراعي لله سبحانه وتعالى، منظر مفجع لأبعد الحدود. المرأة هذه كان بيغشى عليها من الخوف، رجعت بركب ترتجف إلى قومها وأخبرتهم عن هذا الجسد اللي طايح في نص الصحراء وكيف إنه مشوه بهذا الشكل. فراحوا القوم هذولا وأخذوا هذا الجسد وعرفوه وتوجهوا به للنبي صلى الله عليه وسلم. عرف النبي صلى الله عليه وسلم إنهم هذولا الثمانية، فأرسل 20 فارس من أشد
فرسان المسلمين، كان قائدهم كرز بن جابر رضي الله عنه. فانطلقوا الصحابة وراء هذول المجرمين اللي ارتدوا عن الإسلام وسرقوا نياق النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا هذا الراعي بالشكل البشع هذا. كانوا يلحقون وراهم بأسرع سرعة، يركضون بأسرع سرعتهم حتى أدركهم الليل وأظلمت الصحراء، ما صاروا يشوفون أي شيء حولهم، ما هم قادرين يشوفون اللي أمامهم. فوقفوا في منطقة اسمها الحرة، بيتوا هناك، بيتوا إلي شروق الشمس. صحي الصحابة هم يدرون وينهم، ما كانوا يعرفون في أي اتجاه شردوا هذول المجرمين، بس وهم على حالتهم هذا يقررون وين يتجهون، إلا بامرأة معها كتف، معها كتف مشوي جالسة تأكل فيه. كان الكتف كبير يعني كتف ناقة. فسألوها ما هذا الذي معك؟ قالت هذه المرأة مررت بقوم قد نحروا بعيرا فأعطوني منها. قالوا إيش وينهم؟ قالت هم قريب من هنا بتلك القفار من الحرة. التفت الصحابة لبعضهم، الحرة المنطقة اللي هم فيها؟ قالت لهم توجهوا من هذه الجهة وبتشوفون دخان. أول ما بتشوفون دخان هذه الشابة اللي شووا فيها هذا الكتف اللي معايا، توجهوا الصحابة بأسرع سرعة. إلا وفعليا القوم جالسين الثماني أشخاص هذولا يشوون من لحم هذه الناقة. فتسللوا الصحابة وحوطوا حوله وصرخ فيهم واحد من الصحابة، سلموا أنفسكم بالطيب لأن والله العظيم ما بتقدرون فينا، انتهى، احنا 20 وانتو 8. فقاموا الثمانية هذولا وركبهم ترجف وسلموا انفسهم، قالوا خلاص احنا ما لنا في الحرب ولا لنا في هذه الامور، ربطونا. ربطوهم الصحابة وجروهم للمدينة، مشوا الين وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعهم باقي النياق. فاخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، وامر النبي صلى الله عليه وسلم بمسامير وحميت على النار وكحل بها أعين. وبعدها صلبهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرة، صلبهم خارج المدينة. فشاف النبي صلى الله عليه وسلم نياقة إلا في ناقة مفقودة كان اسمها الحناب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم أكلوها. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إلى نهاية الآية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بالأجساد أبدا نهي شديد، إلا إذا كانت المثلة قصاصا فإنه غير منهي عنه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. في نفس هذا الشهر، شهر شوال، وفي ليلة من لياليه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه داخل البيت وحلق رأسه وأخذ مفتاح البيت وعرف مع المعرفين، واللي بنتكلم عن هذا الحلم الحلقة الجاية بإذن الله. أباك تتخيل معايا إن عندك أعداء نفسهم يعذبونك للموت، نفسهم يقطعونك قطع صغيرة وأنت لا تزال حي من قوة إنهم حاقدين عليك، نفسهم يشوفونك أمامهم ويولعون فيك النار. طبيعي إنك إذا قابلتهم يكون معك نوع من الأسلحة عشان أقل شيء تدافع عن نفسك. تخيل إنك تقابلهم من دون سلاح حتى وتوقف أمامهم وجه لوجه وما معك سلاح أبدا ولا في نيتك حتى إنك تدافع عن نفسك. وهذا اللي صار مع الصحابة في قصتنا اليوم. تقابل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش وهو لا يملك سلاح ولا في نيته إنه يقاتل، والمشركين مدججين بالأسلحة. حصلت بعدها أحداث جدا عجيبة توريك فعليا من هو الملك، وتعلمك فعليا بأنه من ينصره الله فلا غالب له. في هذا القصة كمية من المعجزات والأحداث والأحكام اللي ما عمرك حتى أنت سمعت فيها. أكون صادق معك إني أنا شخصيا انصدمت من الأحكام والأحداث اللي حصلت في هذه القصة. بس قبل ما نبدأ هذه القصة راح أقول لكم قصة شخص كان يبغى يهدم الكعبة، لها دخل في قصة اليوم. أبرهة الحبشي ملك وعسكري قديم جدا كان يحكم اليمن في ديك الأيام، كان يغار بشدة من مكة، وكيف أن الحجاج يروحون لمكة لأداء العمرة والحج. وبما أنه ملك متسلط قرر في يوم من الأيام أنه يأخذ فيل وجيش كبير ويروح لمكة هذه اللي الناس يروحون يحجون
يحتجون لها ويواسيها بالأرض. قرر أنه يهدم الكعبة. القرار هذا كان غير صائب تماما، لأنه أول ما قرب من الكعبة برك فيل أبرهة على الأرض ولا تحرك أبدا. كانوا الجيوش يدفونه ويحرقونه بالنار عشان يقوم، بس ما تحرك تماما، وكأن هذا الفيل يرى شيء لا يرونه. بس بعد فترة بسيطة إذا بطيور تملي السماء، طيور أشكالها عجيبة جدا. وصفت قريش هذه الطيور بأنها طيور خضراء اللون، لها أعناق مثل أعناق الإبل. كانت هذه الطيور معها حجارة من سجيل، رمت الحجارة على هذا الجيش اللي أنهت الجيش كامل، أبادت الجيش تماما. اللي حصل مع الفيل هذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. في أواخر شهر شوال من سنة 6 هجري، حلم النبي صلى الله عليه وسلم حلم غريب جدا. حلم بأنه يدخل البيت ويحلق رأسه ويأخذ مفاتيح البيت ويعرف مع المعرفين. حلم غريب جدا، بس عبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية بأنها عمرة. أما التعريف مع المعرفين فهو وقوفه بعرفة، لأن رؤيا الأنبياء حق وتعبر على ظاهر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الرؤية هذه للصحابة، فاستبشروا الصحابة وظنوا الصحابة بأن هذا هو فتح مكة، أن الله سبحانه وتعالى سيفتح مكة فعليا من دون أي حرب. المهم أنهم كانوا متيقنين بأن الله سبحانه وتعالى سيفتح مكة وبيعتمروا، بس ما كانوا يعرفون إيش اللي بيصير معهم بالضبط. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنهم يستعدون كلهم للعمرة. فاستمعوا الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن آخر عهدهم بقريش كانت حرب، وكان لا يزال حقد قريش ودمهم فاير على قتلى بدر وباقي المعارك. كانوا حاقدين على النبي والصحابة، وشفت إذا الواحد جلس مع نفسه كثير تكبر السالفة في عقله، يجلس مع شياطينه والحقد هذا يزيد. ومسألة أن النبي والصحابة والمسلمين كلهم يروحون يعتمرون من دون أي سلاح كان شيء مرعب جدا، يعني كأنك رايح تقتل نفسك باختصار. وهنا تخوفت بعض قبائل العرب، تخوفوا من الخروج للعمرة وخافوا من بطش أهل مكة، بس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا عازمين النية. فقاموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أبو بكر وعلي وعثمان وعمر رضي الله عنهم وباقي الصحابة، كانوا 1400 صحابي، سمعوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتجهزوا للعمرة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، وكانت 70 من الإبل، وكان بينهم جمل أبو جهل من غزوة بدر. كان ناوي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حتى جمل أبو جهل كهدي معه، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوياء وأثرياء الصحابة، عثمان عبد الرحمن بن عوف وباقي الصحابة الأثرياء، أرسلهم بهذه الإبل لميقات ذي الخليفة، وهذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم عند العمرة، وإنها ترسل الهدي إلى الميقات. فعليا ذهبوا أقوياء وأثرياء الصحابة إلى هذا الميقات بإبل النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى شهر شوال ودخلوا شهر ذي القعدة، وفي ليلة من الليالي اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ولبس ثوبين من نسج يمني، نسج صحار واللي هو الإحرام، بس باقي النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم، ما نوى نية الإحرام من بيته، بس لبس الإحرام واللي هو أصلا مشروع إلى يومنا هذا إنك تلبس الإحرام في بيتك، بس نية الإحرام تكون في الميقات. وهذا اللي حصل، توجه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لهذا الميقات، وهناك وقف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الظهر. أول ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر أمر بالإبل حقته، أمر بهم ووجههم للقبلة، وسوى شيء عجيب ما عمرك سمعت فيه ولا عمري أنا سمعت فيه الحقيقة، أنا انصدمت، شيء عجيب ما عمرك سمعت فيه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يجرحون الإبل بشفرة في صفحة السنام الأيمن ويمسحون الدم بسرعة فتسوي علامة، هذه العلامة عشان يعرف بأنها قربان لله. وتدرون إيش يسمى هذا في الفقه؟ يسمى الإشعار، إشعار الهدي، يجرحون الهدي في السنام ويمسحونه فتسوي زي العلامة يعرفون بأنها قربان لله. ومو بس كذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يلبسون الهدي بلبس وهي لا تزال موجهة للقبلة. متخيل إن هذا كله في الفقه وما تدري عنها أنت؟ أنا أول مرة الحقيقة أسمع فيه، وطلعت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي، سنة مشروعة. طبعا هذا يسمى في الفقه بالتجليل، تجليل الهدي. وأعجب شيء خلاني الحقيقة
أنصدم صدمة قوية إلى درجة أن هذا الشيء هو اللي خلاني أتوجه إلى الفقه، خلاني أتوجه إلى الفقهاء عشان أتأكد من هذه المعلومة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تقلد بالنعال، يأخذون نسيج من صوف ويعلقون النعال فيها ويعلقون النسيج هذا على رقبة الإبل. والشيء الصادم أن هذا كله كانوا يسوونه العرب قديما، من زمان يسوون هذا الشيء في الهدي. وتدري ليش كانوا يسوون العرب هذا الشيء قديما؟ عشان إذا سافروا بالقربان هذه، سافروا بها إلى مكة، قطاع الطرق والسراقين اللي في الطريق يعرفون بأنها قربان لله سبحانه وتعالى فلا يقربونها، حتى لو هذه الناقة تمشي لحالها، لو مشت لحالها ما حد يلمسها أبدا، لأنهم يعرفون بأنها قربان لله سبحانه وتعالى. متخيلين؟ يعني تخيل سارق يخاف الله. كانوا السارقين زمان وقطاع الطرق يخشون الله سبحانه وتعالى مع أنه سارق. فأجمع العلماء على أن مشركين زمان كانوا يخافون الله أكثر من مشركين هذا الزمان. حتى السارق زمان كان يخاف من الله سبحانه وتعالى، يخشى عقوبة الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يقرب هذا القربان تماما. الله المستعان، إيش حالنا في هذا الزمان؟ فهذه الأشياء يوم سواها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت سنة لنا، أصبحت سنة في الهدي، أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وما نفاه. المهم إن بعدها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، أرسل صحابي من الصحابة عشان يشوف إيش سوى قريش بعد ما وصل لهم خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم للعمرة. كان اسم هذا الصحابي بسر. فانطلق بسر هذا لمكة، هذا كله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الميقات. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في الميقات ونوى بالإحرام، ونوى الصحابة كلهم أنهم يحرمون للعمرة، بس مو كل الصحابة أحرموا. فكان فيها عسكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نوى بالعمرة ولا أحرموا، وكان من هذول العسكر أبو قتادة، كان وحش من وحوش الإسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقدم 20 من فرسان الصحابة أمامه، وكانوا كلهم رجال إلا 4 من النساء، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين أم سلمة، وأم عمارة رضي الله عنها اللي دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ذكرناها قبل كده، أم عمارة رضي الله عنها، وأم منيع رضي الله عنها، وأم عامر رضي الله عنهم أجمعين. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الميقات متجه إلى مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق يستنفر الأعراب اللي في الطريق للعمرة، يأمرهم بأنهم يخرجون للعمرة معه، فكانوا ينصدمون من موقف النبي صلى الله عليه وسلم. ترى يا رسول الله أنت رايح لقريش، تروح عند قريش وأنت قتلت منهم 70 وأسرت 70 في غزوة بدر من غير باقي الغزوات، وتروح لهم بدون سلاح؟ كانوا يقولون بينهم لن يرجع محمد وأصحابه من سفرهم هذا أبدا، ما حد بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموقف. انتهى، أصبح النبي والصحابة من الماضي. فكانوا يتعذرون بأشغالهم وأموالهم، وعندي ولدي مريض وعندي تجارة الفلانية، يتعذرون. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يخشون في الله لومة لائم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على بعض البدو وهم في الطريق، وكانوا هذول البدو مشركين، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام عليه فرفضوا، فاشترى منهم النبي صلى الله عليه وسلم لبن، فطمعوا هذول البدوان بالفلوس اللي جاته، فقاموا يعرضون ضبه والضبان صيد. انطلقوا الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلوا فكل صيد لكم حلال إلا ما صدتم أو صيد لكم. فأكلوا الصحابة رضي الله عنهم المحرمين وغير المحرمين من هذه الضبان ومشوا حركوا. طبعا هذا حكم نزل، يقول أبو قتادة كنت من اللي ما أحرم، وحنا نمشي انقطعت جزمتي وانتوا بكرامة، فاسترحت وكان معي أصحابي وكانوا كلهم محرمين. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وحنا جلسنا استرحنا، وفي نفس الوقت كنت أخصف نعالي أربطها. طبعا كنت مدنق وكنت أعدل في نعالي، وأنا أعدل في نعالي شافوا أصحابي المحرمين حمار وحشي، وهم شايفين الحمار الوحشي هذولا، أنا منزل راسي وجالس أخصف، ما شفت الحمار الوحشي، وهم محرمين ما يمديهم يدقوني يقولوا لي ترى في حمار وحشي روح صيده لنا، لأن الصيد إذا صار لهم هذا الصيد يصير حرام، يصير حرام عليهم هذا الصيد ولا يستطيعون الأكل منه. كان في خاطرهم يقولوا لي بس ما هم قادرين، يعني كانوا يتمنون أني أشوفه من دون ما يقولوا لي. عيونهم تناظر في أبو قتادة، يا أبو قتادة شوف الحمار الوحشي رحم والديه، بس أبو قتادة رضي الله عنه جالس يصلح جزمته وانتو بكرام. تكفى يا أبو قتادة شوفه. بس في الأخير التفت أبو قتادة فشاف الحمار، يقول فأقوم بأسرع سرعتي وأركب الخيل، فمن سرعتي نسيت حتى سلاحي اللي أصيد فيه، يقول فناديت على أصحابي إنكم ألقفوني السلاح، بس كلهم قالوا لا
والله ما نعطيك شيء، والله لا نعينك عليه بشيء، حنا محرمين ولا نبغى الصيد ذا، بس في نفسهم يبغونه يعني، بس يبغون تكون نيتهم طاحة، وهو نيته برضو انه ما يصيد لهم. يقول فأنزل بسرعة وأخذ رمحي وأنطلي، ما هي إلا شويتين إلا أبو قتادة راجع وهو معه الحمار. ما أمدى أبو قتادة يحط الحمار لو نزلوا فيها أكل، جالسوا يأكلون في هذا الحمار، بس وهم يأكلون قال واحد منهم متأكدين إن لحمة حلال، متأكدين إن وضعنا حلال كذا، إحنا محرمين وجالسين ناكل لحم، وش الوضع يعني؟ ناظروا البقية في بعضهم ووقفوا عن الأكل وتوجهوا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو قتادة أطالع في ذا الحمار ولا ودي إني أترك شيء منه، فأخذت لي عضد. وصلنا عند النبي وسألناه عن حالنا وعننا، هل هذا اللحم حلال ولا حرام وإيش السالفة كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معكم منه شيء؟ يقول أبو قتادة فقلت نعم يا رسول الله أنا عندي العضد. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأكلها كاملة حتى تعرقها تعرق، وهو محرم. وهذا يدل على أن لحم الحمار الوحشي حلال، أما الحمار الأهلي فحرام. هذه الأحداث كلها حصلت وهم ماشيين متجهين لمكة. المهم أن في رحلتهم هذه نزلت أحكام كثير، حكم حلاقة الرأس وهو محرم، وغيرها من الآيات والأحكام اللي نزلت وهم ماشيين في الطريق. المهم نرجع للأكشن، وإيش اللي حصل بالضبط؟ تذكرون الصحابي اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عشان يجيب أخبار أهل مكة؟ إيه نعم، اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات، وهم في الطريق إلا بسر اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشوف أحوال قريش. جاي بسر وفي وجهه الخوف، وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قريش خرجت والله لا يريدون إلا الموت، واقفين على مكة، منت داخل مكة إلا بعد الدماء، جهزوا جيوش ما بعدها واستعانوا ببعض قبائل العرب. ومو بس كده يا رسول الله، فخرجوا ومعهم العود والمطافي، يعني أولادهم ونساؤهم خرجوهم معهم، يا يرجعون منتصرين يا يروحون كلهم هم وأولادهم ونساؤهم. قد لبسوا يا رسول الله جلود النمور وما بيرجعون أبدا إلا بعد دماء، يعاهدون الله لا تدخل مكة أبدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ فإنهم أصابوني كان الذي أرادوا، وين أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة، يقصد بها رقبته صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة، وكان يكثر المشاورة للصحابة لدرجة قوية جدا، كان يشاور بكثرة للصحابة. فقام المقداد رضي الله عنه وحش من وحوش الإسلام، قال يا رسول الله والله لو تسير بنا ورا مكة، مو بس مكة، تسير بنا ورا مكة يا رسول الله، حن معك رقابنا أمامك يا رسول الله، امش ولا عليك فيهم يا رسول الله، لو يبغون السيوف أشهرناها. فقام أسيد بن الحضير رضي الله عنه وقال نرى أن نصمد لما خرجنا له، بس النبي ما كان يبغى قتال أبدا، كان فقط يبغى يروح يعتمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أنه يحمل السلاح وهو معتمر رايح بيت الله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نخرج لقتال أحد، إنما خرجنا عمارة. جلس النبي يشاورهم ويكثر المشاورة لهم، وجلسوا على حالهم، هذا يتشاورون، هذا يقول كلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة، إلين أخذهم الوقت إلا بجيوش قريش مقبلة من بعيد، جاية جيوش قريش على المحرمين من المسلمين، كانوا 200 فارس من فرسان قريش من مشركين، كانوا جايين على النبي صلى الله عليه وسلم والمحرمين من الصحابة. ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الفرسان إلا قليل، كانوا غير محرمين. ناظر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا ب200 فارس من فرسان قريش من أقوياءهم. في ذيك اللحظة ما كان في أي خيار لا للنبي ولا للصحابة إلا أنهم يقفون صف واحد، يظهرون لهم بأنهم أقوياء وجاهزين للقتال، وهذا اللي حصل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه ولا تحرك، وفعليا قدمت الجيوش هذه وشافت النبي ووقفت مستعدين للقتال، كانوا ناويينها دماء، بس جلس النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة إلين جاء وقت الصلاة وصلوا صلاة الخوف، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشاور الصحابة إلين الليل. كان في طريق سري ما حد يعرف فيه، كان اسم الطريق هذا ذات الحنظل، طريق وعرة جدا وما حد يروح له، وكانت قريبة من المكان اللي كانوا فيه المسلمين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال من رجل يدلنا على طريق ذات الحنظل؟ كانت هذه الطريق
تؤدي إلى الحديبية. قام واحد من الصحابة وقال أنا يا رسول الله أعرف الطريق، فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم ومشى وراه. مشى وراه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كانوا 1400 صحابي معهم الإبل والخيول، فطبيعي لو مشوا الغبار يظهر. ارتفع الغبار في السماء فشافوه جيوش المشركين، جيوش قريش شافت هذا الغبار المرتفع، بس مشوا المسلمين ولا هم. مشوا وراء هذا الصحابي اللي يعرف هذا الطريق، مشى بهم إلين وصل مرتفع يسمى بثنيات الحنظل. وأول ما حطت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الثنية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذه الثنية أحد إلا غفر الله له. هذه بشارة، فانطلقوا المسلمين كلهم يتسابقون عشان يتعدون هذه الثنية عشان الله سبحانه وتعالى يغفر له. فغفر الله لمن تجاوز هذه الثنية كلهم ما عدا واحد، ضاعت عليه ناقته وجلس يلحقها وقال إني ألقى ناقتي خيرا لي من أن يغفر لي، أبا بس ألحق ناقتي. لحقها إلين مات ورا ناقته. طبعا جيوش المشركين عرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طريق مختصر، وبما أنهم ما يعرفون وين هذا الطريق يؤدي جلسوا يدورون للمسلمين في كل مكان، كانوا يبغون يشوفون أي علامة تدل على أن المسلمين في هذا المكان فقط، فكانوا يبحثون في كل مكان. المهم أن النبي والصحابة وصلوا لهذا المكان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يشعلون النار ويسوون الأكل، كانوا جوعانين كلهم، فأمرهم النبي أنهم يشعلون النار. فقالوا يا رسول الله إننا نخاف من قريش أن تران، جعلنا النار بيشوفونا، المكان قريب من مكة وبيشوفونا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم لن يروكم، الله أكبر، إن الله سيعينكم عليه. يقولون الصحابة أشعلنا أكثر من 500 نار وما رأونا قريش أبدا، مع إنهم كانوا يطوفون حول ذاك المكان وكانت الدنيا ظلام، كانوا في بداية الشهر يعني القمر كان هلال، في الظلام كان شديد جدا، في أي نار راح تشعل سهل المشركين يرونها، ولكن الله سبحانه وتعالى أعمى أنظارهم عن ذاك المكان فما رأوهم قريش أبدا. جلس النبي صلى الله عليه يسلم الصحابة في هذاك المكان إلين جاء وقت الرحيل، فمشى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته القصوى، مشابه النبي صلى الله عليه وسلم إلين وصلوا مرتفع من المرتفعات في هذيك المنطقة، وقفت القصوى وربضت، فجأة ربضت ما تحركت أبدا، فقاموا الصحابة ينترونها يقومونها ما قامت أبدا وكأنها تشوف شيء البقية ما يشوفون، حاولوا لكن محاولاتهم كلها باءت بالفشل. ظنوا الصحابة إنها حزنت وتضايقت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا خلأت يعني حزنت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف سبب وقوفها وليش هي وقفت في هذا المكان وما تحركت أبدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ما خلأت يعني ما حزنت، ولا هو لها بعادة يعني ما كانت تحزن، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم سلوكها، هذا مو بسلوكها، ولكن حبسها حابس الفيل، يقصد بالفيل اللي هو فيل أبرهة، يموقف الفيل وربض تمام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها أما والله لا يسألون لليوم خطة فيها تعظيم حرمة الله إلا أعطيتهم إياها. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذيك المنطقة اللي ما كان فيها ماء تماما، كان هذيك المنطقة ما فيها ماء أبدا، ما فيها إلا أبيار جافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا المكان، فقالوا الصحابة يا رسول الله المكان ما فيه ماء، بس النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من كنانته سهم فأعطى هذا السهم واحد من الصحابة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر حصلت بعدها معجزة عجيبة جدا واللي راح نذكرها بإذن الله في المقطع الجاي. قد سمعت ببيعة الموت؟ الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على إنهم يموتون وإنهم ما يفرون أبدا مهما كانت النتائج، كان أمامهم جيش كبير وما معهم أسلحة، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على إنهم يموتون. في قصة اليوم قريش تقتل جمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد رفضهم الشديد لدخول مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرمى بالسهام والحجارة والنبال. كانوا الصحابة بيموتون من العطش، بس بسقة النبي صلى الله عليه وسلم وسهم من كنانته تسقي 1400 رجل من الصحابة بفضل الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد القتال أبدا، جاي معتمر لمكة، بس بعد ما وصل خبر مقتل أحد المبشرين بالجنة تغيرت مجرى القصة تماما. هذه كلها راح نحكيها في قصة اليوم.
بعد ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المنطقة اللي اسمها الحديبية، وقفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم من دون أي سابق انذار. وقفت فجأة وكأنها ترى شيء أمامها. حاولوا فيها الصحابة أنهم يحركونها بس ما تحركت تماما. كانوا يظنون الصحابة بأن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم خلأت وحزنت، ولا أنها بدت تعاند. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف إيش اللي جالسة تشوف. كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ترى نفس الشيء اللي شافه في الأبرهة الحبشي، كانت ترى شيء عجيب لا يراه أحد إلا هي. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنها ما خلأت ولا هو لها بعادة، ولكن حبسها حابس الفيل، واللي هو نفس الشيء اللي شافه في الأبرهة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وقفت ناقته بأنهم ينزلون في نفس هذاك المكان. كانت الحديبية ما فيها ماء، كل أبارها جافة وفيها القليل من الماء، لكن ما يكفي 1400 رجل، يعني يكفي من 30 إلى 40 رجل، لكن 1400 رجل. فقالوا المنافقين أن محمد راح يقتلنا بحركاته هذه وينزلنا في مكان ما فيه ماء. بس صدمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من كنانته سهم وأمر بدلو، وأعطى السهم والدلو هذا لصحابي اسمه ناجية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ناجية بأنه يجيب ماء قليل من واحدة من الأبيار هذه، كان فيها ماء قليل لكن ما يكفي 1400 رجل. وفعليا راح ناجية وجاب ماء قليل في هذا الدلو، جابه للنبي صلى الله عليه وسلم. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدلو وتمضمض وبسق فيه، بسق في هذا الدلو، وأمر ناجية بأنه يكب ماء هذا الدلو في أحد هذه الأبيار ويحرك الماء البير بهذا السهم، يعني يخلط هذا البير بسهم النبي صلى الله عليه وسلم، يمزج الماء اللي توضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بماء هذا البئر، وحصل اللي ما توقعه المنافقين تمام. خرج ناجية بسرعة من هذا البير وماء البير جالس يتزايد بشكل ملاحظ، بدأ البير يتكاثر أمام عيون الجميع إلى درجة أن هذا البير بدأ يفيض بالماء، يخرج الماء من هذا البير بشكل جدا عجيب، وبدأوا الصحابة يكبرون ويهللون ويسبحون الله سبحانه وتعالى. وفي الجهة المقابلة المنافقين منصدمين من المنظر اللي شافوه، فبدأ المنافقين يتكلمون مع بعضهم، بدأوا يقولون إيش اللي قاعد يصير، أما آن لنا أن نؤمن، هذه معجزة أمام عيوننا. لكن كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول قال يا حبيبي هذه عين انفجرت داخل البير، لكن أنتم مجانين تحبون تهولون الأمور وتجعلون من كل شيء معجزة، قد رأينا مثل هذا قبل. بس بعد ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم بتكذيبهم لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم من فعلتهم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الحديبية في هذه المنطقة، جالسين يشربون في هذه الماء ويفكرون في إيش الخطة الجاية وإيش اللي بيسوونها بالضبط. يشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم. بس بعد فترة بسيطة نزلت أمطار عليهم رحمة من الله سبحانه وتعالى، وإن الله سبحانه وتعالى يبشرهم بأن الله معهم. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم بهذه الأمطار، وعلموا بأن اللي جالس يصير لهم رحمة من الله. كانت الأمطار غزيرة جدا إلى درجة أن أرجلهم غاصت في الماء. طبعا الصحابة استبشروا، لكن المنافقين كعادتهم لازم يقللون من كل شيء، وقالوا هذه مي رحمة من الله ولا شيء، هذا فصل الخريف يا جماعة الخير وهذه أمطار الخريف. بس في اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ رد الصحابة الله ورسوله أعلم. فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرت بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وركز معايا يلي يؤمنون بالأبراج، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال مطرت بفضل الله فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني اللي قال أن هذه أمطار الخريف، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. أعتقد أن هذا الحديث يقطع الشك باليقين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خيموا في الحديبية وجلسوا فيها ينتظرون أمر الله سبحانه وتعالى وينتظرون فرج رب العالمين، ولا زالوا صاملين على أنهم يعتمرون،
وأي واحد يوقف في طريقهم راح يقاتلون. كان هذا رأيهم وهذا اللي ماشيين عليه كلهم. كان في شجرة موجودة في الحديبية، شجرة كبيرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يكنسون اللي تحتها ويرتبون اللي تحتها. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحت هذه الشجرة وخطب فيهم وقال فيهم الحديث المشهور: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. كان هذا الحديث المشهور تحت شجرة الحديبية. كان في حارس للنبي صلى الله عليه وسلم غامض ومدجج بالأسلحة، كان لابس الحديد من رأسه إلى رجوله حتى إن وجهه كان مغطى بالحديد. كان هذا الشخص اسمه المغيرة بن شعبة، اللي يشوفه ما يعرفه، كان عظيم الجسد، ضخم البنية، يحرس النبي صلى الله عليه وسلم من أي أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محرم ولا يقدر يدافع عن نفسه. فكان المغيرة بن شعبة غير محرم في ذاك الوقت وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد هذه الخطبة جلس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينتظرون أمر الله وفرج، إلا بشخص يمر عليهم، رجل من خزاعة مسافر، كان جاي من تهامة. قد مر هذا الشخص بقريش وشاف جيوش قريش وكيف إنهم مدججين بال أسلحة واقفين أمام مكة. كان هذا الشخص اسمه بديل. كان بديل هذا مستغرب من أمر قريش، وش فيهم خارجين وشادين هذا زي كذا، وش فيهم خارجين بالأسلحة؟ بس لقي جواب لسؤاله بعد ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم وشافهم محرمين كلهم وقريش مدججة بالأسلحة، فعرف أن بينهم أمر. فوقف عند النبي صلى الله عليه وسلم يحذره عن أمر قريش، وكان لسانه وقع شوي. قال: يا محمد، لقد اغتررت بقتال قومك، والله ما أرى معك أحد له وجه، وجيهكم مي وجيه قتال، مع أني أراكم قوما لا سلاح معك. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقال كلمة الحقيقة ما بقدر أقول لكم إياها، لكن راح أقرب لكم المعنى. بمعنى كل تراب لا تفقد راسك وتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يا وقح. قال بديل: من هذا؟ من أنت عشان تتكلم؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبو بكر رضي الله عنه. قال بديل: أما والله لولا حق لك عندي لأجبتك. يا جماعة الخير، أنا ماني بضدكم، لا أنا ولا قومي، وإن عندي محمد أحب إلي من قريش. والله العظيم إني مريت على قريش وشفتهم مدججين بالأسلحة، وإني جاي لكم ناصح، والله ما رأيت في قريش وفي عيونهم إلا الموت، ولكن إذا تبغون رأيي أنا راح الحين أرجع لقريش أشوف إيش اللي معه. وفعليا رجع بديل لقريش يبغى يكلمهم ويشوف إيش اللي معه. ووصل بديل هذا إلى قريش وقال: إيش معكم على معه؟ وش فيكم مدججين بالأسلحة؟ الرجال معتمر جاي يعظم البيت. قالوا: قريش مالك دخل أنت، وخليك في دهب، مال أمك دخل، لا تدخل في أمور مالك فيها. فقام واحد من قريش قال: يا جماعة الخير، خلونا نسمع الرجال، دوبه كان عند محمد، خلونا نسمع الرجال، دامه راجع من محمد ممكن جايبنا خبر أو شيء. فقال بديل: الرجال مو جاي لقتال، هو جاي يعتمر، وانتم شادينها عليه، خلوا الرجال يعتمر، انا رأيت الهدي بعيوني، والله مو جاي قاتلكم. فقالوا قريش: حتى لو جاي للعمرة فقط، مو داخل البيت، يعني مو داخل البيت زي ما قلنا لك، وانت يا بديل خلك في تهامة، يرحم لي والدي والدي، لا تتدخل في امور مالك فيها. قال بديل: والله ما رأيت اشد من روسكم، في روسكم حب ما انطح، انتوا تعاملون بيت الله كأن بيتكم، هذا بيت الله، خلوا الرجال يعتمر. زاد كبر قريش وقالت لها: انقلع يا بديل مالك في السالفة. فراح بديل وسحب على السالفة كاملة وخرج منها. زاد كبر قريش فراحت إلى قبيلة اسمها الأحابيش، وكانت هذه القبيلة يعظمون بيت الله، وقالوا لهم إن محمد يغزونا في بيت الله يا الأحابيش، فزعتكم، يعني شوف الكذب كيف وصل فيهم. فقامت الأحابيش اللي يعظمون بيت الله وقالوا: لا، حنا معكم، هذا بيت الله. وتحالفت الأحابيش مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم. زاد خبث قريش وعنادهم، وقاموا يرسلون 40 فارس من فرسانهم يطوفون على معسكر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأذية كيف وصلت فيهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مو جاي للقتال، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذول 40 فارس من فرسان قريش، توجهوا لمعسكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. طبعا كانوا يطوفون على النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم ولا يحس بوجوده، وكانت عيون قريش ممتدة من الحديبية إلى مكة، يتناقلون الخبر من شخص لشخص زي السلسلة إلين توصل لقريش. لو قام محمد صلى الله عليه وسلم من مكانه وصل خبر قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش عبر هذه العيون. ومو بس كذا، قريش اتخذت خطوة ثانية،
وبدت ترسل رجال من قومها يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون للنبي إنك تراجع أحسن، يخوفونه بقريش وبأنهم تحالفوا مع قبائل العرب. وكان من اللي أرسلتهم قريش رجل اسمه مكرز بن حفص. توجه هذا الرجل إلى الحديبية، فأول من وصل خبر مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي هذا رجل غدار. وصل هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم مع النبي وحاول يخوف النبي صلى الله عليه وسلم بقريش وإنهم خرجوا للموت. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم إنهم مو خارجين للقتال أبدا، إنما خرجنا معظمين لبيت الله سبحانه وتعالى، واللي بيوقف في طريقنا راح نقاتله. فرجع هذا الرجل إلى قريش وأخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأحابيش هنا بدوا يشكون في تصرفات قريش، شكوا في تصرفاتهم وكأنهم مخبين شيء. حسوا الأحابيش أن في عيون قريش شيء من الكذب. العرب زمان كانوا فطينين، فحسوا الكذب في قريش ورأوا في عيونهم الكذب والغدر. وزي ما قلنا إن الأحابيش كانوا يعظمون بيت الله ويعظمون زوار بيت الله، فقامت الأحابيش وأرسلوا سيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتأكدون بنفسهم، يبغون يتأكدون من محمد بنفسهم ويكلمونه ويشوفون هل قريش فعليا صادقة ولا هم جالسين يكذبون. كان اسم سيدهم الحليس ابن علقمة. طبعا قريش ما كانوا يعرفون، يعني أرسلوا سيدهم بالدس. فانطلق سيد الأحابيش إلى الحديبية. أول ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي جايهم من الأحابيش، عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قوم يعظمون بيت الله ويعظمون زواره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كان مليء بالحكمة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم سلم الهدي وخلاه على أطراف الحديبية عشان أول شيء يشوف هذا الرجل اللي جاي من الأحابيش اللي هو سيد الأحابيش يشوف الهدي. فيعرف سيد الأحابيش بأن النبي صلى الله عليه وسلم مو جاي للقتال، جاي تعظيم لبيت الله سبحانه وتعالى، فخلى الهدي فعليا أمام عينه. فأول ما شاف سيد الأحابيش الهدي انصدم وعرف بأن فعليا محمد جاي يزور بيت الله، وإن قريش كذبت وغدرت، وإن مو هذا الشيء اللي قالوا لهم قريش، قالوا لهم بأن النبي جاي يغزوهم في الحرب. فسيد الأحابيش ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما شاف الهدي عرف بأن قريش هي اللي كذبت مو محمد، قف على طول ورجع لقريش. رجع لقريش وقال يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقتناكم، أي يصد عن بيت الله من جاء معظما له، والذي نفس حليس بيده، لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقالت قريش مه يا حليس، كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به، لا تدوشنا يا حليس. فقام حليس قال هذا آخر ما بيني وبينكم، ما على هذا حلفناكم، بكيفكم، سووا ما بدا لكم، ما نفعل لبيت الله ما فعلتم، بيت الله هو بيت الله، لا تملكونه ولا تمنعون أحد من زيارة بيت الله. فرفضوا محالفتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا انكسرت شوكة قريش شويتين بعد انفصال الأحابيش عنه، فقاموا يتناقشون مع بعضهم، قالوا لازم ندفع محمد، من هو رجل كبير فينا، نبغى نرسل رجل كبير فينا إلى محمد يخوفه فعليا ويصده عنه. من هو؟ عروة ابن مسعود عم المغيرة اللي أسلم، مغيرة ابن شعبة، خلونا نرسله عسى يدفع محمد عنه أو ننال به من محمد شيء. ففعليا أرسلوا عروة ابن مسعود اللي هو عم المغيرة ابن شعبة، اللي هو واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي مدجج بالأسلحة، اللي مقنع بالحديث. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه، فدخل عروة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل على النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ كيف الصحابة يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم، يعاملونه معاملة غريبة. عروة ابن مسعود قد دخل على ملوك كثير، بس تعجب من اللي شافه من الصحابة. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعجب، رأى هذا الشخص اللي مدجج بالحديد جنب النبي صلى الله عليه وسلم، حاول يخوف النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريش مستعدة للقتال، لبست جلود النمور، خرجت بأولادها ونسائها، وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بشور، قال له يا محمد لا يصبح الصباح إلا وأنت راجع للمدينة،
نصيحة لك، تراجعوا أحسن لك، والله ما أنا لكم إلا بناصح. فقام أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، طبعا قال كلام ما أقدر أقوله لكم لكن راح أترجم، قال له شورك هذا تعرف وين تودي، ما احنا راجعين، حنا بنزور البيت، يعني بنزور البيت واللي بيوقف في طريقنا راح نقتله. فسكت عروة ما قدر يرد على أبو بكر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم واقف وساكت وأبو بكر هو اللي جالس يتكلم. شوف الصحابة كيف يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. سكت عروة وأخذها الخوف، ما قدر يرد ولا قدر يتكلم، وهنا بدأ يخاف وبدأ يتوسل للنبي، بدأ يطلب النبي ويلمس لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، يلمس لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مغيرة يضرب يده. مغيرة بن شعبة اللي واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم كل ما مد يده عروة بن مسعود يضرب يده، فيقوم يتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم، يلمس لحية الرسول صلى الله عليه وسلم والمغيرة يضرب يده. طبعا المغيرة يعرف ان هذا عروة عمه، هذا عمي، جلس يضرب يده. فقام يلمس مرة ثانية لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده المغيرة وقال اكفف يدك عن رسول الله قبل ألا ترجع لك، وقف عن لمسها قبل ما ترجع لك مرة ثانية. نظر المغيرة قال من هو ذا، ذبحني ذا كل مرة يضرب يدي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ولد أخوك، هذا ولد أخوي، تقصد المغيرة الغدار، قد ذبح منا مدري كم. آخ يا هذا البزر، آخ يا صغارنا والله العظيم، وحنا شيبان يضربون يدينا بهذه الطريقة، آه بس يا شق بطني. فقفى عروة بن مسعود وخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملاحظ كيف أن الصحابة يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل عند قريش وقال لهم إني والله قد جئت كسرى في ملكي وقيصر في ملكي والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، يضعون رقابهم دونه، والله لا يتوضأ محمد إلا أصحابه يأخذون من وضوئه، ولا تطيح منه شعرة إلا ويتضاربون عليها من يأخذ الشعر، ولا بسق إلا تسابقوا من تقع عليه. أما أنتم يا قريش فروا رأيكم، أنا مالي دخل في السالفة. بعد ما توتر الأمر وصار الأمر غامض، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية لقريش، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه جمل من جماله، جمل كان للنبي صلى الله عليه وسلم. وتوجه خراش لقريش، بس أول ما شافت قريش جمل محمد صلى الله عليه وسلم جاي من بعيد قالوا هذا محمد، إيه نعم هذا محمد يبغي يجي قاتلنا، هذا هو جمل محمد. أخرجوا قريش سيوفه وهجموا على خراش، فقتلوا جمل النبي صلى الله عليه وسلم وسقط خراش على الأرض. قام خراش يبغى يهرب، كان يبغى ينجو بحياته، فانطلقوا قريش ورا خراش. فشافت الأحابيش اللي سوتها قريش وهم يعرفون أنهم محرمين، فقامت الأحابيش تدافع عن زوار بيت الله، وزاد غضبهم على قريش، وقفوا أمام قريش تمنعهم من قتل خراش، وقالوا والله لو ما تكفون لا تصير حرب بيننا وبينكم، هذولا محرمين ما يقدرون يقاتلونك. فهرب خراش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينتظرون خراش، ينتظرون الأخبار تجيهم، بس وهم على هذا الحال إلا بالسهام تمطر عليهم، السهام والحجارة من فوق الجبال تمطر عليهم. 40 فارس اللي أرسلتهم قريش اللي كانوا يطوفون على المعسكر تجرؤوا وبدوا يرمون السهام والحجارة، كانوا يخططون على إنهم يهجمون على النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا 40 رجل، وكانوا من الصحابة 20 فارس فقط غير محرم أو أكثر بشكل، فكانوا تقريبا 20 فارس من الصحابة ضد 40 من مشركين قريش. فانطلقوا عليهم الصحابة يمنعونهم ويقاتلونهم، فقاتلوهم إلين أسروهم كلهم، طبعا ما قاتلوا أحد منهم، أسروهم كلهم وجابوهم يسوقونهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبغى قتال، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ورجعهم لقريش، قال ارجعوا، عفى عنهم. شوف حلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم. فرجعوا وهم أذلة، رجعوا إلى قريش. وصل خراش للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلاقط أنفاسه والخوف في وجهه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قتلوا جمله وأنهم كادوا يقتلونه. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عشان يرسله لمكة عشان يحل المسألة هذه، بس كان عمر يكره قريش
كره عظيم جدا. كان بين عمر رضي الله عنه وقريش عداوة قاسية وشديدة جدا، حتى أول ما أسلم عمر كان يطلع لقريش يقول اجلدوني، اضربوا، أبا أحد يضربني، أبا أحد يقتلني. لهالدرجة عمر بن الخطاب كانت العداوة بينه وبين قريش. قال يا رسول الله إني أخاف أقاتل قريش، أخاف إني أتهور وأسأل وأقاتلهم، وقد عرفت قريش عدواني إياها وغلظتي عليها، ولكني يا رسول الله أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان. وكان عثمان بن عفان من تجار الصحابة وكان له منزلة في قريش، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان وأرسله إلى قريش يخبرهم بأنه لم يأتي إلى الحرب، وإنما جاء زائر لبيت الله سبحانه وتعالى معظما له. وعثمان بن عفان في الطريق قابله رجل من قريش، أول ما شافه أجاره، عرف بأنه عثمان، وكان عثمان له قيمة ومنزلة في قريش، فدخل هذا الرجل إلى قريش وأجاره. فدخل عثمان بن عفان ووصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش، وقال لهم أنا عثمان بن عفان والنبي صلى الله عليه وسلم آتي معظما للبيت لا يريد القتال أبدا. قالت قريش إن شئت يا عثمان أن تطوف في البيت فطوف به، طوف بها الحين، خل محمد حين نتفاهم معه، أما أنت دامك يعني مجار طف بالبيت الحين، ما لك دخل في محمد. فقام عثمان بن عفان وقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقطع خبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس وصل خبر بأن عثمان قتل، بأن قريش قتلت عثمان بن عفان. بعد هذا الخبر انصدم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على إنهم يبايعونه تحت الشجرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على إنهم يبايعونه على الموت وإنهم لا يفرون أبدا. فبايعوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه في بعض، وكانت هذيك بيعة عثمان بن عفان. فبايعوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى إنهم لا يفرون أبدا. تخيل أن قريش تأخذ مسلم من بين الصحابة أمام عيون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قدر يسوي شيء أبدا، وهذا المسلم يجر أمامهم ويصرخ يا معشر المسلمين، يستنجد ولا أحد قدر يسوي شيء أبدا. من شدة صدمة الصحابة رضي الله عنهم من الأحداث اللي حصلت قالوا إنهم كادوا يهلكوا. في قصة اليوم المشركين دخلوا الحديبية ولا أحد من الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم قدر يقول شيء. إيش اللي حصل بالضبط وإيش سبب سكوت المسلمين على أفعال قريش وليش ما قدروا يسوون شيء أبدا؟ كل هذا بنعرفه في قصة اليوم. طبعا زي ما قلنا القصة الماضية كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وصلهم مقتل عثمان بن عفان، كان الخبر مو أكيد لكن الخبر جدا فاجئ، وخاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم للتو أرسل عثمان بن عفان عشان يقنع عقول قريش، مع أن قريش كانت صاملة في موقفها، فكانت قريش جدا صاملة في موقفها، فخبر مقتل عثمان بن عفان كان جدا مصدق جدا واقعي. فبعد ما وصل هذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على أنهم يبايعونه على القتال حتى الموت. كانوا ناويين يقاتلون ولا معهم سلاح كثير، فقط حق الحماية في الطريق، يعني كم درع وكم سيف، يعني حماية فقط من قطاع الطرق، مو لمعركة ضخمة مع قبيلة عريقة زي قريش. والمصيبة ما كانت هي الوحدة، كان معهم حلفاء، يعني استعانوا بقبائل العرب. فقاموا الصحابة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، فكانوا الصحابة كلهم يجون يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم مصافح، يصافحهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد واحد، فكان تعب على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر بن الخطاب من أوائل اللي بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. فبعد ما بايع عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، مسك يد الرسول صلى الله عليه وسلم من تحت، مسك من تحت عشان يتك النبي صلى الله عليه وسلم على يده وما يتعب النبي صلى الله عليه وسلم في مصافحة 1400 صحابي. فكان عمر بن الخطاب واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم ماسك يده، فبايعوا كلهم ما عاد رجل اندس تحت جمل، متخبي تحت الجمل يرجو بأنهم لا يرون، خايف أحد يعرف مكانه ويجبرونه على البيعة. المهم إنه هو الوحيد اللي ما بايع. فقال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تتذكرون سلمة ابن الأكوع اللي في غزوة الغابة، الصحابي اللي أسرع من الخيل، صحابي سريع جدا، كان جدا سريع، كان هذا الصحابي يسبق الخيل، وكان من أشجع الصحابة ومن أكبرهم، ضخم جدا وجهوري الصوت إذا تكلم. يقول سلمة ابن الأكوع: أنا اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات على الموت. فيحكي سلمة ابن الأكوع موقفه، يقول: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم درع عشان الحرب، وهذه كانت قبل البيعة، ودعانا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نبايعه على الموت، فكنت من أوائل اللي بايعه على الموت. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الموت ووقفت متحمس، متحمسين لفتح مكة، كنا مؤمنين بأن راح نفتح مكة بسبب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وثقة بالله سبحانه وتعالى ونصره. يقول: فكنت أنا واقف متحمس للقتال، وأنا أشوف الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. نظر لي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بايع يا سلمة. يقول: فقلت: بايعتك يا رسول الله، بايعتك في أول الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا، يعني مرة ثانية بايع، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الموت للمرة الثانية، ووقفت متحمس لفتح مكة، وأنا أناظر الصحابة وهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، والصحابة يبايعون. مر بي عمي، مر من عندي عمي، وكان عمي لا يملك درع، وبيدي درع، وأنا سلمة ابن الأكوع من شجعان الصحابة. بس بعد فترة نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمة وقال: بايع يا سلمة. يقول: فقلت: بايعتك يا رسول الله، بايعتك في أول الناس وأوسطهم، يعني مرتين يا رسول الله بايعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا، يعني للمرة الثالثة أبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة. فمن شجاعة سلمة ابن الأكوع وقوته من بين الصحابة كلهم بايعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن سلمة ابن الأكوع كان زي البطل بين الصحابة، وعشان يشجع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على القتال، إن شوفوا سلمة بايع 3 مرات، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. يقول سلمة: بعد البيعة سألنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شاف أن درعه مو معه. يقول: فآثرت على نفسي وأعطيت درعي لعمي. يقول: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطيتها عمي. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كالذي قال الأول: اللهم بلغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. إنك يا سلمة جلست من دون درع وعرضت نفسك للموت حتى حبا في عمك. خلاص الصحابة تسلحوا ونووا على القتال، وكان في نيتهم أنهم يفتحوا مكة. بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وكان في قلوبهم إيمان بأن مكة لهم، وإن في هذه السنة راح يفتحون مكة. داخلين مكة، يعني داخلين مكة، كانت آمالهم فوق من قوة ثقتهم بأنهم راح يفتحون مكة. افتدوا بأرواحهم لله سبحانه وتعالى في سبيل الله، اصطفوا الصحابة وتجهزوا، خلاص جاهزين للقتال. دامهم قتلوا عثمان بن عفان راح نقاتله وراح نفتح مكة. بس بعد فترة بسيطة إلا برجل يجي من بعيد راكب على خيل، جاي بخبر، خبر صادم للصحابة كله. وصل لهم هذا الرجل وقال: عثمان بن عفان لم يقتل، بل هو محبوس عند قريش، حبسوه عنده، وعثمان بن عفان لا يزال حي. فاطمأنوا الصحابة، اطمأنوا بهذا الخبر الجميل، عثمان بن عفان لا زال حي، لكن راح نفتح مكة، يعني راح نفتح مكة، ما في شيء موقفنا عن فتح مكة بإذن الله سبحانه وتعالى. والصحابة مستبشرين وجاهزين للقتال، مستعدين لهذه الجيوش اللي بتظهر، يعني كانوا واقفين متجهزين للسيوف، خلاص كل واحد مسخن جاهز للقتال. سهيل بن عمرو، إلا برجل من قريش قادم من بعيد الوحدة، من بعيد جاي بخيل. الصحابة كانوا منتظرين جيوش، هذا الرجل الوحدة جاي، كان سهيل بن عمر قادم من بعيد على خيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أراد القوم صلح حين بعثوا هذا الرجل. وصل سهيل وقال: إن قريش تطلب الصلح، قريش تطلب الصلح، حين قد جهزنا الصحابة جاهزين للقتال والحين تطلبون الصلح. فبعض الصحابة استبشر والثانين شكوا في هذا الصلح. فقال سهيل بن عمر: ارجع عنا عامنا هذا، فوالله لا تحدث
حديث العرب أنه دخل علينا عنوة أبدا. قريش ما تبغاك تدخل أبدا في هذه السنة، لأنك يا محمد لو دخلت علينا هذه السنة كأنك غصبتنا وجريتنا زي الكلاب لك، ودخلت علينا عنوة بيعيرونا بدخولك علينا، خاصة بعد حربك لنا سنين. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع سهيل ويتفق معاه على الصلح، وكان الصلح لمدة 10 سنين، وإن المسلمين يرجعون ولا يعتمرون، لا يعتمرون هذه السنة، سنة كاملة ما يعتمرون فيها، يرجعون للمدينة من دون عمرة إلين السنة الجاية بكيفكم. أما السنة هذه ما أنتوا داخلين مكة. هنا الصحابة تقطعت قلوب، كانت الثقة عندهم في مرحلة عالية جدا، كانوا خلاص واثقين بأن راح يفتحون مكة، خلى العمرة على جنب بنفتح مكة، مسألة إن الحين ما نعتمر برضو هذه ما هي في عقولنا. شفت إذا جيت متحمس لشيء ومتأكد إنه بيصير ومن بعدها هذا الشيء مو بس يتكنسل، يقلب هذا الشيء ضدك، خلاص الصحابة مو مصدقين اللي صار، وبدأ الزعل يوصل فيهم مراحل شديدة جدا، بس ما يقدرون يسوون شيء إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فجلسوا كابتين زعل، وكان منهم عمر بن الخطاب، وعداوته مع قريش وصلت مراحل، ومسألة أنهم يجون ويدخلون هذا الصلح في وجيه المسلمين كانت كبيرة عند عمر، كان بينفجر من الزعل. ما كان هنا نهاية الصلح، ما كان هنا نهاية هضم حقوق المسلمين. فقال سهيل على أنه من آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، وإذا هاجر من دون علمنا ووصل عندكم تردونه لنا، ومن جاء من قريش ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترده قريش عليه. أي واحد يرتد من المسلمين عن دينه ويرجع لمكة ما لكم فيه أبدا دخل، يرجع لنا سليم ولا تلمسونه أبدا. قد شفت حركة الموية وهي تغلي؟ لو تفتح عروق الصحابة في هذيك الوقت تشوف دماهم تغلي من الزعل، خلاص وصلت معهم، ود الواحد يبكي سنة من قوة القهر والغيظ، بس ما يقدرون يسوون شيء إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي من الله. الصلح ما كان فيها عدل أبدا، بس النبي صلى الله عليه وسلم وافق، وفعلة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله. بس عمر بن الخطاب ظهر على وجهه عدم الرضا أبدا، وشاف أبو بكر في وجه عمر بن الخطاب عدم الرضا، حصل بينهم نقاش. بس أبو بكر قال لعمر يا عمر إلزم غرزة، خلك مع رسول الله مهما كان، فإني أشهد أنه رسول الله. يقولها أبو بكر وملامحة تحكي وتقول من لحمه لحمي ومن دمه دمي وعلى محبته أموت وأحشر. أبو بكر قلبه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره لا يفارق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب وأنا أشهد بأنه رسول الله، ولكني ما أقدر أخبي اللي في قلبي، ما أقدر أسكت. فأبى عمر بن الخطاب إلا أن يعلن ما في نفسه، فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم قبل يكتبون الكتاب، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. فقال عمر أولسنا بالمسلمين؟ أولسنا على الحق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. قال أوليسوا بالمشركين يا رسول الله؟ أوليسوا على الباطل؟ يقولها وقلب محروق. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله فعلاما نقبل الدنيا في ديننا؟ فعلاما نعطى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ يقولها وده يبكي دم من قوة الغبنة ومن قوة الحرقة اللي في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيع. فكان هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي. فتنحى عمر بن الخطاب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إنه يجيب الكتاب. فجاء علي بن أبي طالب بالكتاب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم من أسماء الله سبحانه وتعالى اللي ما يعرفونها المشرك. فقال سهيل المشرك لا، لا أعرف هذا، ما أعرف لا الرحمن ولا الرحيم، هذه ما نعرفها من أسماء الله، ولكن اكتب كما نعرف باسمك اللهم، هذا اللي نعرفه حنا يا قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب باسمك اللهم. فمحى علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، وعلي يكتب وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب كل حرف يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. بس سهيل وقفه وقال أي رسول الله؟ رسول الله لو أني أؤمن بأنك رسول الله ما قاتلتك، ولكن اكتب اسمك واسم أبوك
حنا ما نؤمن بأنك رسول. الصحابة مو ناقصين الضغط ذا كله، ضغط نفسي قوي جدا، وهذا يستفزهم بهذا الكلام. وعلي رضي الله عنه بينفجر خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم ومسحته. أما رسول الله والله ما مسح، والله ما مسحته ولن أمسحها أبدا. سهيل بن عمرو استفز علي بن أبي طالب استفزاز قوي جدا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي إنه يمسح كلمة رسول الله ويكتب بدلها محمد بن عبد الله، بس علي بن أبي طالب رفض، رفض يمسحها. لو تروح رقبتي والله ما مسحتها، والله لو أقتل دفاعا عنك. من شدة محبته بالنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه به رفض إنه يمسح رسول الله. شوف الصحابة زمان كيف محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف حالنا الحين، الله المستعان. فرد علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أمحاك أبدا، والله لا أمحاك يا رسول الله أبدا، النبي أمي لا يعرف يقرأ. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعلمه وين الكلمة، فعلم علي بن أبي طالب وين الكلمة، مسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه، وأمره يكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض. عقد الصلح طويل شويتين، خلاص العقد كتب، وختم النبي صلى الله عليه وسلم بختم على ورقة الصلح، وقطع هذا الهدوء صراخ ولد سهيل بن عمرو، سهيل المشرك اللي بيده الصلح. يا معشر المسلمين، كان اسمه أبو جندل بن سهيل بن عمرو، كان يقول: آمنت بالله وأنا مسلم. بس قد فات الأوان، فات الأوان وكتبوا العقد، وختم النبي صلى الله عليه وسلم على العقد. الموقف كان مؤثر جدا للصحابة، أبو جندل أسلم، فوقف النبي والصحابة ما يدرون إيش يسوون، بس طالع سهيل لولده وضربه على وجهه، صفعه على وجهه صفعة، وأخذه من جلابيبه وسحبه وجره أمام المسلمين، يجر أمامهم. وهو يصرخ في المسلمين: يا معشر المسلمين، آمنت بالله يا معشر المسلمين. صحابة مو ناقصين، مرة مو ناقصين، الموقف هذا مو ناقصينه أبدا، تحامل في قلوبهم أكثر من شيء، لكن الموقف هذا ما يبغون يشوفونه أبدا. فالتفت سهيل المشرك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، قد انتهت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا، قد وقعنا على الصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. فكان أبو جندل يصيح: يا معشر المسلمين، أردوا إلى المشركين يفتنونني في ديني. عمر بن الخطاب خلاص وصلت معاه، طبخ، انطبخ من جوا، محروق جدا، وكلام أبو جندل ضرب في مكان حار في قلبه، فاستنجاده وصوته وهو يصيح يرن في إذن عمر. بس النبي صلى الله عليه وسلم قام يكلم أبو جندل وهو يجر، يقول: يا أبا جندل، يا أبا جندل، احتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إن قد عقدنا بيننا وبين القوم عقدا وصلحا، وأعطيناهم على ذلك عهدا، وأعطونا عهدا ولا نخدر به. خلاص عمر بن الخطاب بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصراخ أبو جندل انفجر عمر بن الخطاب وقام من مكانه وتوجه بسرعة إلى أبو جندل، فكان يمشي جنب أبو جندل وهو يجر، يقرب منه ويقرب سيفه لأبو جندل، عسى أبو جندل يأخذ سيف عمر بن الخطاب ويقول: يا أبا جندل، فإنهم من المشركين، وإنما دم أحدهم دم كلب، يعني خذ السيف يا أبو جندل، خذ السيف لا عليك فيهم، مهما كان هو أبوك أو قريبك فإنه دمه دم كلب. كان عمر بن الخطاب يكرر كلامه ويقرب سيفه من أبو جندل عسى إنه يأخذ سيفه، بس ما قدر أبو جندل لأنه سهيل بن عمرو كان أبوه. نفسية الصحابة بعد الموقف هذا والصراخ اللي حصل والموقف الصعب اللي شافوه وصلت إلى مرحلة جدا صعبة، ود الواحد إنه يختفي من على وجه الأرض. يقولون الصحابة في هذاك الموقف: كدنا نهلك من قوة الحزن والزعل والغيظ، كلها تجمعت علينا كذا، ودنا نختفي، ودنا نخرج من الأرض. من فتح مكة لهذا الموقف وبعد الصلح هذا زاد المشركين عناد، ودخلوا المشركين الحديبية وصاروا يجلسون مع الصحابة من قوة المحاقرة اللي فيهم. يا رجل أنا طبخت وأنا أقرأ القصة. فبدأوا يدخلون ويجلسون جنب الصحابة، وكان الواحد يقعد يسب ويتكلم فيهم ولا يقدرون الصحابة يسوون شيء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة يأمرهم ويقول لهم: قوموا فانحروا ثم احلقوا، يأمرهم بأنهم يحلقون وينحرون الهدي بسبب أنهم ما قدروا يعتمرون، ما كملوا عمره. بس ما حد استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما
ما هم مصدقين أبدا. الموقف كان صادم إلى درجة أن الصحابة مو مصدقين. شفت إذا وصلت لمرحلة أنه لا 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 إحنا بنعتمر، لا لا اصبر اصبر شويتين، خلاص وصلوا مرحلة قوية. ما حد استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كرر أمر هذا 3 مرات، ما حد استجاب. كانت أحلامهم بأنهم يفتحون مكة، وانتهى كل الأمر في لحظات. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أم سلمة وكانت معه، وقال لها إيش اللي صار كله وكيف أن الصحابة في هذه الحالة مو مصدقين إيش اللي قاعد يصير. فقالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم، لا تكلم أحدا منهم أبدا، حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلق. أتحب ذلك؟ يعني تحطهم في الأمر الواقع. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا الشيء، يعني ما في عمره. قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بشور أم سلمة زوجته، وعشان يقطع شك الصحابة بأن الأمر قضي، فأمر بهديه، وكان منهم جمل أبو جهل من غزوة بدر، أخذه وذبحه أمام قريش، وكانوا يعرفون جمل أبو جهل كان معروف، ذبحها أمام المشركين، فزاد غيظ المشركين بعد ما شافوا جمل أبو جهل يذبح كقربان لله. فكانت هذه الحركة كافية بأنها تسكت وتذكرهم بهزايمهم وماضيهم. وبعد ما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رضيوا الصحابة بالأمر الواقع، وقام كل واحد ينحر الهدي، وحلقوا بعضهم، ود الواحد وهو يحلقه يقشر الراس اللي قدامه من قوة الغيظ والغضب اللي فيهم. يقولون الصحابة: كنا نحلق بعضنا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الغيظ. يحلق الثاني والدماء تصب على وجهه، خلاص مو يحلق، يقص نص الجلد. مع هذا كله والحديبية امتلت مشركين، يعني انت شايف قد ايش الغيظ اللي وصل فيه. كان في مجموعة من المشركين، كانوا 4، ما كانوا مزبوطين هذول 4، كانوا في الحديبية وكانت نظراتهم شرانية، كانوا ناويين على شر. وهم يمشون في الحديبية شافوا واحد من المسلمين اسمه ابن زنيع، شافوه لوحده وهم 4، نظراتهم له كانت غريبة. يقول سلمة ابن الأكوع: يمشي في الحال كذا، وكيف ان المشركين اختلطوا بالمسلمين، ورحت لوحدي وكنست تحت شجرة من أشجار الحديبية عشان أجلس تحتها، وقلبي بينفجر من الزعل. إلا بهذول 4 من المشركين جايين من بعيد، وكانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم بألسنته. يقول سلمة بن الأكوع: من شدة كلامهم ونجاسة منطوقهم ما قدرت أجلس تحت الشجرة، وأعرف أن ما بيدي شيء أسويه، فقمت من تحت الشجرة اللي أنا كنستها ورحت ودورت لي شجرة ثانية، وما كان في إلا شجرة قريبة من عنده. يقول سلمة بن الأكوع: قاموا هذول 4 وجلسوا بكل وقاحة تحت الشجرة اللي كنستها، وعلقوا أسلحتهم على هذه الشجرة، وكانوا هذول 4 يتكلمون عن قتلهم لشخص. يقول: أنا بنفجر، خلاص أنا خلاص أصلاً اللي حصل كافي علي. بس فجأة إلا بخبر مقتل ابن زني. يقول سلمة ابن الأكوع: أول ما سمعت هذا الخبر عرفت أنهم هذول 4. كان سلمة ابن الأكوع سريع جداً يسبق الخيل. يقول: فنقست عليهم بسيفي بسرعة لدرجة ما أمدى الواحد يقوم من مكانه أو يرفع رأسه. كانت يد سلمة ابن الأكوع كبيرة جداً. يقول: فانتزعت أسلحتهم من على الشجرة كلها، انتزعتها بيد واحدة فقط، وأنظر له هذه كلها في لحظات. فقال سلمة ابن الأكوع: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت عنقه. يا ويل أمه ميح الشحر، كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة بعد ما قسم رجل من المشركين إلى نصفين، واحد من الصحابة يغلب 90 من المشركين، يربطهم ويجرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يجرهم جر للنبي صلى الله عليه وسلم. بس أول ما شافهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تتخيلش قال، وكان رد النبي صلى الله عليه وسلم صعب. كل هذا راح نحكيه في قصة اليوم. بعد صلح الحديبية اللي بين المسلمين والمشركين، دخلوا المشركين على المسلمين في الحديبية، لأنهم خلاص صار بينهم صلح لمدة 10 سنين، فوقف القتال، وبدأ السفهاء من المشركين يتكلمون في المسلمين على راحت ويسبون فيهم وينالون منهم بألسنتهم الكثير، خلاص متطمنين من أن ما في أحد راح يسوي لهم شيء. وصلت فيهم السفاهة إلى درجة أنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سلمة ابن الأكوع: بعد ما دخلوا المشركين إلى الحديبية، كان في 4 من المشركين باين في وجيههم الخبث، ما كانوا مزبوطين وناوين على بلاء، ناوين يسوون شيء خبيث.
يقول سلمة ابن الأكوح: أول ما وصلني خبر مقتل ابن زنيم عرفت أن منهم هذول الأربعة الخبال، عرفت أن لهم دخل في السالفة. وسلمة ابن الأكوح زي ما قلنا قبل كذا كان سريع جدا، كان يسبق الخيل يعني. يقول: فانطلقت في لحظات بسيطة، انتزعت أسلحتهم اللي كانت معلقة على الشجرة، ناظر فيهم وقال: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا قطعت عنقه. إذا أنت رجال فعليا ارفع رأسك. جلسوا من منزلين رؤوسهم زي الكلاب، رمالهم سلمة ابن الأكوع بعض الحبال وقال لهم: ربطوا أنفسكم بأنفسكم وقدامي على النبي صلى الله عليه وسلم، يلا قدامي الحين بسرعة. بس هذول الأربعة ما كانوا لوحدهم، بعد انتشار خبر مقتل ابن زنيم ظنوا المشركين بأن عقد الصلح نقض، خلاص تكنسل كل شيء. فقاموا المشركين والمسلمين يتصايحون مع بعض، صار في مشادة قوية بين الصحابة والمشركين، الصحابة يصيحون ويقولون نقض الصلح، والمشركين المشركين مستعدين بسيوفه. بس في رجل واحد اللي هو عم سلمة ابن الأكوح كان اسمه عامر، وكان عامر رضي الله عنه حتى هو كان سريع جدا، انطلق وكتف 90 رجل لوحده، كل ما يمر على مجموعة يكتفهم بالحبال، وكانوا كلهم من المشركين، فكتف 90 رجل من المشركين وساقهم للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. جاك فضول تعرف من هو عامر هذا؟ عامر رضي الله عنه حتى هو له قصة غريبة جدا، فكان سبب إسلام عامر رضي الله عنه ذئب. إيه نعم، سمعتني، ذيب موجود في الصحراء، وأخبره ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا سبب إسلام عامر عم سلمة ابن الأكوع. العائلة كذا كلها على بعضها غريبة جدا. خلونا نرجع للمهمة الحين. أول ما وصلوا 90 مشرك للنبي صلى الله عليه وسلم، في موقف صادم قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم، أمرهم بأنهم يتركون، وإن الصلح لا ينقض، لا ينقض الصلح بفعلتهم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء، يعني يكون لهؤلاء الفئة أول الغدر وآخرة، يعني بيغدرون مرتين مو مرة واحدة، يعني باقي بيغدرون مرة ثانية. بس اصبروا، وقصة غدرهم راح نذكرها إن شاء الله. عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلح يبقى زي ما هو. بعد 3 أيام والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، قرروا إنهم يتجهزون ويرجعون إلى المدينة. رجعوا إلى المدينة مرة ثانية، بس والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة راجعين إلى المدينة، سألوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يجري في عقولهم وقلوبهم مو راضية عن الحدث اللي حصل. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، حنا فكرنا يا رسول الله إن بندخل مكة، بل فكرنا يا رسول الله إن راح نفتح مكة، أماننا يا رسول الله كانت فوق والحين تحطمت، فكرنا إن بندخل مكة آمنين من دون أي حرب، يا رسول الله حنا من جوا متقطع طعين من اللي حصل، فنبغى جواب للي حصل يا رسول الله، ألم تقل يا رسول الله إنك تدخل مكة آمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. أفقلت لكم من عامي هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما قلت أن زي كذا، ما حددت أي عام بيكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو كما قال لي جبريل عليه السلام. كل اللي حصل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عنه، وقال له جبريل عليه السلام عن كل الأحداث اللي حصلت، يعني عليكم بالصبر وبتشوفون نصر الله قريب. وصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للمدينة، وكانوا فرحانين ومرتاحين بشوفة المدينة. المدينة كان فيها طمأنينة، ولا زالت الطمأنينة في المدينة إلى يومك هذا، حتى يوم تدخل المدينة الحين تحس فيها بانتماء. رجعوا الصحابة لحياتهم السابقة، رجعوا لزوجاتهم وأبنائهم، بس هذه المرة كانت من دون أي حرب، فكانوا عايشين في سلام. بس بعد فترة بسيطة إلا برجل مقبل من مكة إلى المدينة، جاي مهاجر وجاي بعفشة وأغراضه كلها معه. هذا الشخص قد أسلم وجاي مهاجر إلى المدينة، وهذا مخالف للصلح اللي حصل بين المسلمين وقريش، بأن أي أحد يسلم من قريش لا يهاجر إلى المدينة أبدا ويبقى في مكة غصبا عنه، فما يصير اللي سواه أبدا، المفروض أنه ما يهاجر أبدا ويجلس في مكة ويصبر على الأذى كله. كان اسمه عتبة ابن أسيد ويلقب بأبو بصير.
أول ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا هاجرت إلى الله ورسوله ولا أبغى أرجع إلى قريش أبدا، هذول القوم مضلين ضالين يبغون يغيرون ديني غصبا عني. بس فجأة إلا برجال جايين من قريش كانوا مشركين، كانوا جايين ياخذون أبو بصير يبغون يجرونه من المدينة يرجعونه إلى مكة. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصلح لنا في ديننا الغد، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، فانطلق إلى قومك. فقال أبو بصير يا رسول الله أتردني يا رسول الله إلى المشركين يفتنونني في ديني، الأمر صعب علينا يا رسول الله. خرج أبو بصير بعد مشقة الهجرة والسفر يلم عفشه من جديد ويرجع مع هذول الاثنين، يرجع إلى مكة والنبي والصحابة واقفين. طبعا الموقف مؤثر جدا، ذكر الصحابة بموقف أبو جندل وقلوب الصحابة تحكي وتقول بيجيكم يوم يا ظلمة، حنا اللي راح نغلبكم بإذن الله. أبو بصير مغبون على اللي حصل، هاجر وتعب ووصل إلى المسلمين ويرجع في نفس الوقت اللي جاء فيه يرجعونه بهذا الشكل المخزي. فجلس أبو بصير يفكر في فكرة لأن الوضع ما كان عاجب، جلس يفكر طول الطريق في مخرج من الحالة اللي هو فيها، وهم يمشون استراحوا في منطقة اسمها ذو الحليفة اللي هو ميقات ذو الحليفة، جلسوا هناك وكان أبو بصير معاهم، كان جالس معاهم وكان يمثل عليهم بأنه بخير وأموره تمام وله مغبون ولا شيء، وهم جالسين مبسوطين سوالف وفلة. قال أبو بصير لواحد منهم أصارم سيفك هذا؟ سيفك حاد جد ولا ماشي؟ يعني مو مرة حاد يعني. فرد عليه المشرك وقال أفا عليك أفا عليك تقول هذا الكلام، حد سيفي لو تشوفه ينقطع خاطرك. إيه حد سيفي يقطعك من بعيد. قال أبو بصير لا 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 زودتها ما كده، ما يصير كده يعني، واضح إن سيفك حاد ما شاء الله تبارك الله، خليني أشوفه شيك عليه، خليني أشوفه. قال انظر إن شئت، يعني تفكرني أكذب عليك أنا؟ شوف شوف سيفي، خذه وشوف. قال هات هات هاته يا عدو والله أنا أبغى أشوفه وأجربه عليك بعد، بس قالها في نفسه يعني ما قالها بصوت عالي. فاستله أبو بصير وأهبده بالسيف إلا هو نصفين، إلا عموده الفقري نصفين مقسومة أمام عين صاحبه المشرك. التفت المشرك الثاني ويشوف صاحبه وأمعاءه وقلبه في الأرض، وأبو بصير يطالع فيه مثل الديب. يوم شاف المشرك أبو بصير ناوي عليه فك سبرنت ورجع إلى المدينة، راجع يبغى ينجو بحياته، عارف ان ابو بصير بيقتله بيقتله. كان راجع الى المدينة متخيل، كان وقتها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يناظر الا بهذا الرجل الخارج ووجهه مليان بالرعب. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم طالع بهذا الوجه قال ان هذا الرجل قد رأى فزع من قوة ملامحه المفزوعة، فتخبى هذا الرجل بين المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ماله، تخبى بين الصحابة وكان يقول ابو بصير قتله أبو بصير قتله. فالصحابة يقولون قتل مين يا ابن الحلال وش اللي قاعد تقول أنت؟ قال أبو بصير قتل صاحبي، أبو بصير قتل صاحبك، ما هي إلا ثواني إلا أبو بصير مع سيفه خارج من التبة من هناك ماشي مشيه ونافخ صدره، مشية منتصر معتز بالإسلام متوجه إلى هذا المشرك، والمشرك واقف ورا الصحابة يعني متخبي وراه. وصل أبو بصير عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وفت ذمتك وأدى الله عنك، أسلمتني بيد القوم وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه أو يعبث به أو يعذبونني، وفيت يا رسول الله وصدقت عهدك ولا نقضت العهد أبدا اللي سويته مني فيني، حماية لي ما لكم يا المسلمين دخل في اللي سويته، أنا ما راح أسلم نفسي أبدا لقريش ولا راح أجلس في المدينة ولا راح ألجأ لكم، أنا ببقى حر ودافع عن ديني حتى أقتل، غير كذا ما راح يصير أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ويل أمه محش حرب لو كان معه رجال، يعني هذا بس يفتقد الرجال ولا هو حق حروب، رجل حق عزة. طبعا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها صدى يتردد في نفس أبو بصير، رفعت من معنوياته وبدأت الفكرة تجري في دماغ أبو بصير بأنه مهما كان يبقى معتز بدينه. أما كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فما وقفت عند أبو بصير أبدا، وصدى هذه الكلمة بدأ يتردد لين وصل إلى المستضعفين اللي موجودين في مكة، المستضعفين من المسلمين، فسمعوا بأبو بصير وكيف أنه وحش من وحوش الإسلام
الإسلام، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله سبحانه وتعالى سيجعل على يدين أبو بصير فرج لهم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يلمح لو أن كان له بس رجال أو كان معه رجال فقط، فكانوا يبغون يعرفون وين أبو بصير، وين راح بعد ما رجع من المدينة، كانوا يبغون ينضمون له. والخبر الصادم بأن أبو بصير قرر بأنه يتحول من شخص عادي إلى قاطع طيق. ما كان يبغى يعيش لوحده ومع نفسه، كان رجل فعليا محش حر. قرر أبو بصير بأنه يجعل حياة قريش عبارة عن جحيم، يحولها إلى جحيم تماما. فتوجه أبو بصير إلى ساحل البحر، إلى طريق كان مخصص لقوافل قريش واللي كانت جاية من الشام. وصل أبو بصير هناك ليبدأ حياة مختلفة تماما، حياة قطاع الطرق. كان أبو بصير جالس لوحده يفكر في هذه المهنة، وكيف بيبدأ هذه المهنة لوحده، كيف بيقطع طريق هذه القوافل اللي مليانة بالحراس لوحده. يعني كان الأمر شبه مستحيل، كان يتمنى يكون معه واحد اثنين يساعدونه، لكن انصدم بسبعين رجل من المسلمين، سبعين رجل على رأسهم أبو جندل. إيه نعم، أبو جندل ابن سهيل بن عمر اللي انجر أمام المسلمين من قبل قريش بعد صلح الحديبية. وصل خبر أبو بصير للمسلمين المستضعفين في مكة، وإن أبو بصير قرر أنه يصبح قاطع طريق، وإنه في المكان الفلاني على ساحل البحر. فهرب أبو جندل من مكة، وهرب معاه 70 رجل من المسلمين المستضعفين في مكة. لكن أول ما شافهم انصدم بأنهم 70 من المسلمين، يعني تقريبا جيش كان معاه. كان في خاطره 1 2 3، لكنهم كانوا 70. فعاهدوا بعض على إنهم يقاتلون حتى الموت، وإن حياتهم من الآن وصاعدا تكون مبنية على قطع طريق قريش مهما كان، حتى يكفون عن فعلتهم هذه وعن تعذيبهم للمسلمين. كان فعليا أي قافلة تمر من هذاك الطريق ما توصل لوجهتها أبدا. حول أبو بصير هذاك الطريق إلى مقبرة القوافل، فكان يمارس هذه المهنة وكأنه محترف، وجيش 70 من المسلمين على تنكيد حياة قريش. فاشتهر خبر أبو بصير بين العرب وفي جزيرة العرب كاملة. مشركين مكة ما يقدرون يقولون شيء، لأن هذولا خارجين عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نقض العهد مع المشركين أبدا. خلاص قريش عاشت في جحيم، إيش اللي قاعد يصير علينا؟ خسرنا أموال كثيرة جدا، حنا عايشين فعليا في جحيم، الأمر اللي قاعد يصير معنا جدا لا يطاق. فقريش جلسوا يتناقشون مع بعضهم في الأمر اللي قاعد يصير، إيش اللي قاعد نسويه حنا؟ وكأن العقد اللي سويناه واللي كنا نعتقد بأن هضم حقوقهم وإن انتصار لنا قلب ضدنا، قلب ضدنا تماما. المسلمين عايشين في سلام وحنا عايشين في حروب، قوافلنا جالسة تقتل بشكل فظيع. أبو بصير مرض شديد بعد إصابة حصلت له، مرض شديد جدا. فاستلم أبو جندل من بعدها قطع الطريق، وكان قائد هذول 70، فاستمروا في قطعهم لطريق كل قوافل قريش. تجمعوا قريش مع بعضهم وقالوا إيش الحالة اللي احنا عايشين فيها هذه؟ العقد اللي كتبناه هذا واللي كنا نعتقد أنه فيه عزة لنا يصلح مع باقي العرب، أما محمد هذا فوالله ما ساد أصحابه بالسيف، فإن أصحابه يفتدون بأنفسهم، كسبهم بالعقيدة. أما أنتم يا قريش ابقوا كما أنتم، لستم فالحين في شيء. ما معنى إلا قرار واحد، إن نتوسل إلى محمد الآن، أنئوهم يا محمد في المدينة فليس لنا بهم حاجة، خذهم خلاص وفكنا من
شر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسول لأبو بصير يؤمر بأنه يرجع إلى المدينة وينضم إلى المسلمين ويجلس في المدينة. فرح السبعين كلهم، خلاص عيشة قطع الطريق بتنتهي، بنرجع ونستقر إلى المدينة. والأهم من هذا كله، سنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اللي ما يبغى يشوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا مترددين إنهم يمشون بسبب مرض أبو بصير، بس أبو بصير قال لهم أنا مشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم، شلوني وخلوني بس أشوف النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما أموت، أخاف أموت وأنا باقي ما شفته. كانوا مترددين متى يمشون، لكن شوقهم لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم غلبتهم. كانوا يبغون يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم ويحكون عن كل الأحداث اللي حصلت لهم، عن قصصهم وعن الأمور اللي حصلت لهم، متشوقين لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. حملوا أبو بصير على واحدة من الإبل ومشوا متوجهين إلى المدينة، وابتسامتهم مرسومة على وجيههم طول الطريق شوقا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. بس كسرت ابتسامتهم موت قائدهم والبطل أبو بصير، مات في الطريق. مات قائدهم أبو بصير بسبب مرضه الشديد، توفي أبو بصير الوحش قائدهم، واللي جعلها الله سبحانه وتعالى سبيل لإنقاذ المستضعفين من المسلمين في مكة. بس ما جعل الله له نصيب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما قدم إلى المدينة في أول الأمر، فدفنه أبو جندل رضي الله عنه في طريقهم، دفنه قلبه بيتقطع من الحزن، لأنه هو كان يبغى يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بس ما قدر. أخذ الله روحه قبل أن يكحل عينه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فتوجه السبعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلوبهم مكسورة لوفاة أبو بصير، بس أول نظرة للنبي صلى الله عليه وسلم انتهت كل معاناتهم، انتهت كل معاناتهم، ولا كأنهم عانوا قبل كذا، ولا كأنهم جلسوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم لحظة. فجلسوا وهم متلهفين للحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، يبغون يوصلون كل أخبارهم للنبي صلى الله عليه وسلم. استقروا في المدينة، بس بعد فترة إلا بنساء أسلموا في مكة وهاجروا إلى المدينة، يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمتنعون من قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا قريش يصرخون وينادون الصلح والعهد يا محمد، رجعوهم لنا، ولكنهم كانوا نساء. فحصلت بعدها أحداث راح نذكرها بإذن الله في الجمعة القادمة. بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل معه شيء صدم البقية كلهم. عقبة ابن أبي معيط، شخص كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل يعلن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته، كان شخص جدا محترم. في يوم من الأيام هذا الرجل قرر أنه يروح يتاجر بتجارة كانت له، وكان من عاداته إذا رجع لمكة يعزم أهل مكة كلهم على وجبة، وفعليا هذا اللي سواه، عزم كل أهل مكة على هذيك الوجبة، وكان من الحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعليا حضر النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته مع هذا الرجل، بس انه ابى النبي صلى الله عليه وسلم انه ياكل من اكله. بس عقبة ابن ابي معيط شاف محمد صلى الله عليه وسلم مو جالس ياكل من الاكل، فسأله ما بك يا محمد؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يبغى ياكل ولن ياكل من اكله إلين يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعقبة ابن أبي معيط قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بس أهم شيء تأكل. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة كان مستهين بهذه الكلمة ومستهين بفعلته هذه، كان يفكر أن الوضع بيكون بينه وبين محمد بس أهم شيء يأكل، بس ما كان يعرف بأن كلمة هذه وصلت حتى إلى كبار قريش. انتشر خبر إسلام عقبة ابن أبي معيط، انتشر بين أهل مكة كله، وكل هم حاربوا عقبة ابن أبي معيط. المشكلة مو بس هنا، كان في شخص شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، جدا شديد العداوة مع النبي، وكان صاحب لعقبة، يعني الروح بالروح ما يتفرقون من بعض. هذا المشرك أول ما شاف عقبة مسكه من ملابسه وقال له هل صبأت؟ هل تركت دين أبائك؟ قال عقبة لا ما فعلت. قال وصلني الخبر يا عقبة، لقد شهدت بأن محمد رسول الله. قال طيب وش اللي يرضيك؟ قال اللي يرضيني أنك تدفل في وجهه، أنك تروح عند محمد الحين وتدفل في وجهه، ومو بس كذا تدعس على رقبته. قال بس عندي خلاص، دام هذا بيرضيك
أنا بسوي. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بصق في وجهه وشيء من لعابة جاء على وجه عقبة. بس أول ما وقع على وجه عقبة ما كان لعاب عادي، كان هذا اللعاب مثل الأسيد على وجهه، فأحرق الله وجه عقبة ابن أبي معيطة بسبب تفلته على النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذيك البصقة اللي بصقها عقبة ابن أبي معيط هي أول طريق عقبة ابن أبي معيط في أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ من بعدها في أذية النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أتاه الله من قوة، حتى إن حاول يخنق النبي صلى الله عليه وسلم ويقتله، بل دعس على رقبته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. مرت الأيام وتزوج عقبة ابن أبي معيط بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمها أروى بنت كريس، واللي كانت هي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه. تزوجها عقبة ابن أبي معيط بعد ما انفصلت من زوجها السابق، فأنجبت أروى بنت كريز فتاة اسمها أم كلثوم. أم كلثوم بنت عقبة واللي هي محور قصتنا اليوم. أم كلثوم رضي الله عنها أسلمت وأهلها ما يدرون، والمشكلة إنها أسلمت في وقت جدا صعب على المسلمين، واللي كان بعد صلح الحديبية. كان شرط على المسلمين إنهم يرجعون أي شخص يسلم من قريش يرجع لقريش ويعد، يعني ما كان يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها، ولو دروا أخوانها عن إسلامها عذبوها حتى الموت. وتعرف إنها لو هاجرت للنبي صلى الله عليه وسلم بيردها للمشركين، وتعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم ما راح يخلف العهد ابدا، فخططت على خطه للهروب من مكه، كانت ذكيه جدا وكانت من الاسباب اللي غيرت احوال الصحابه للابد. كل هذا بنذكره في قصه اليوم. قبل ما نبدا قصه اليوم لازم نعرف اشياء اساسيه. نعرف بان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبيه تحالف مع قبيله من قبائل العرب، كان اسم القبيله خزاعه، وقفت قبيله خزاعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه لازم نعرف بان مقتضى صلح الحديبيه هو السلام بين المسلمين وقريش، وكان هذا السلام لعشر سنوات، من بعدها يا يجددون يا تبدا الحرب من جديد. بس ما وقف الصلح هنا، قامت قريش وقالت ان اي احد يسلم من قريش ويهاجر إلى المدينة تردونها لنا، أما إذا واحد ارتد من عندكم ورجع لنا لن نرده لكم أبدا، بيبقى معنا حنا. شفت كيف الظلم وصل فيهم؟ مع هذا كله وافق النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أمر من الله سبحانه. بعد صلح الحديبية وبعد اللي صار لأبو بصير رضي الله عنه، كيف أنه تحول إلى قاطع طريق بعد ما رده النبي صلى الله عليه وسلم لقريش، وانضم له 70 رجل أسلموا من قريش، ما كانوا يقدرون يروحون للمدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخلف العهد أبدا، فردهم لقريش، ومن بعدها هم سووا لهم فرقة قطاع الطرق وعذبوا قريش من بعدها. المهم أن قريش تبرت منهم وقالت لهم ارجعوا للمدينة يرحم والديكم، ما لنا ومال هذا الهم اللي قاعد نعيشه، ما احنا قادرين نتاجر بأموالنا، خسرنا الكثير خلاص. فرجعوا إلى المدينة لكن ما وصل أبو بصير أبدا لأنه هو في الطريق توفي ودفنوه هناك. بعد وصول 70 رجل إلى المدينة انصدموا أهل المدينة بوجود أم كلثوم بنت عقبة معاهم وبينهم، كانت مهاجرة لوحدها. كان الرجل هو رجل ما يقدر يهاجر لوحده، مستحيل يقدر يهاجر لوحده، لازم يكون مع مجموعة ولا مع قافلة لأن الطريق جدا موحش. أم كلثوم رضي الله عنها تحكي قصتها بنفسها، تقول كنت في مكة بين مشركين قريش، كنت قد أسلمت ولا علمت أي أحد من أهلي، كنت أبغى أهاجر لكن ماني عارفة كيف أسوي، النبي صلى الله عليه وسلم بيردني لقريش ولو جلست هنا ما بقدر أستمر وأنا ساكتة، وأكيد لو طلعت بيفقدوني أهلي مباشرة، إذا ما رجعت البيت في يوم واحد يلحقون ورايا وبكون قريبة جدا من مكة ولا أعرف الطريق أصلا للمدينة. يعني متخيل هذه كل الأشياء فوق راسها، كانت تفكر تفكير مجهد، كان الأمر جدا صعب عليها. تقول أول ما أخرج من بيت أهلي الحين مجرد ما يمر ساعات بسيطة يفقدوني، يقومون يدورون علي ويعاتبوني بعد لو هجرت والحال زي كذا، أنا جالسة أرمي نفسي للتهلكة كذا، الوضع ما في مزح. تقول فجلست في يوم للأيام أخطط، بس أنا أبغى أطلع من بيت أهلي وما يحسون فيه. تقول فقررت قرار اني اخصص في كل اسبوع 3-4 ايام اخرج فيها من بيت اهلي، اطول فيها خارج البيت. جلست افكر فترة طويلة الين قررت قرار جدا
جداً كان مناسب. قررت أني أول شيء أتفاهم مع أهلي. إذا تخلصت من أهلي أول شيء وقدرت أتعمق في الطريق من دون ما يحسون فيني، كذا بتكون نسبة النجاح تقريبا 80%. قررت اني اخصص في الاسبوع 3 لـ4 ايام اطلع فيها لرحلة للبادية، ابيت في البادية لمدة 4 ايام او 3 ايام في كل اسبوع، بحيث انهم يتعودون علي اني خارج البيت، ويصير تطويلتي خارج البيت شيء طبيعي، فإذا تأخرت من البيت يقولون ممكن أنها لا زالت في البادية وما يتحركون يدورون. صح ممكن يزعلون ويهاوشوني في البداية، بس أبغاهم يتعودون على غيابي. وفعليا جاء اليوم اللي بطبق فيه الحركة، فمشيت خارج مكة بكم كيلو كذا، ومكثت في هذه البادية 3 أو 4 أيام. أول ما رجعت البيت هاوشوني أهلي، وين؟ كررت هذه الفعلة كم أسبوع، بس بدأ الوضع يصير أهون وأهون، وصاروا فعليا إذا افتقدوني يقولون ما عليها هي في ذيك البادية، تجلس 3 لـ4 أيام ما في مشكلة. وهذا اللي كانت تبغى توصل له أم كلثوم، تبغى توصل لهذا الرياكشن، تبغى توصل لردة الفعل دي. أهلها ما صاروا يهاوشون زي قبل، وتعودوا غيبتها عن البيت. إلين جاء الوقت المحدد اللي حزمت أمرها على أنها تهاجر. رتبت أغراضي على جنب وجهزت وضعي بالكامل، أخذت المعونة اللي بتساعدني في الطريق. صح أني ما أعرف الطريق، لكن مكوثي في مكة في هذا الوقت لا يطاق. تقول أخذت أغراضي المتواضعة هذه وخرجت لهذه البادية. أول ما وصلت لهذه البادية وعرفت أنا ما معي أحد ولا أحد بيقدر يشوفني، عزمت أمري وطالعت في هذا الطريق الطويل. أنا ما أعرف الطريق أبدا، لكني مستعينة بالله، بس أني أموت مهاجرة إلى الله ورسوله خيرا لي 1000 مرة من أني أموت على يد أهلي وعشيرتي. فعزمت أمري وتوكلت على الله، وجيت أبا أخرج على هذا الطريق وأمشي، بس فجأة إلا برجل يخرج ويطالع فيها. قال لها الرجل إلى أين؟ هنا من شدة الخوف كاد يخشى عليها، من هو هذا الرجل؟ والأفكار تجري في مخيلتها، أهلي عرفوا عني، هذا بيعلم علي عند قريش، خلاص انتهت كل أحلامي في الهجرة. قالت أقضي حاجتي، إيش عليك؟ من انتصر؟ قال أنا رجل من خزاعة. هنا أخذت نفس أم كلثوم وارتاحت شويتين، لأن خزاعة حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول فقلت لها أنا امرأة من قريش، أنا أسلمت ومهاجرة إلى الله ورسوله. فقال هذا الخزاعي طيب تعرفين الطريق؟ أنت امرأة كيف تعرفين الطريق؟ قالت والله لا أعلم، ما أعرف وين الطريق، لا أعلم لي بالطريق أبدا. قال ما عليك، حنا أهل طريق، نعرف الطريق في ليلة ونهار، اصبري لي هنا شويتين بروح أجيب البعير حقي وأجي. جاب البعير حقه وركبت أم كلثوم على هذا البعير، بس كلهم الاثنين ما يعرفون أن في شخص جالس يراقبهم، جالس يراقب كل اللي قاعد يصير. كانت امرأة بس ما كانت تعرف وين هم رايحين يعني، بس كانت تشوف إيش اللي حصل، وكانت تعرف أن هذه أم كلثوم. تقول أم كلثوم مشينا في الصحراء وكان هذا الخزاعي يقود البعير، والله لا يكلمني كلمة حتى إذا ناخ البعير تنحى عني واخر عني إلين أنزل. فإذا نزلت جاء إلى بعيره وهو مقف ومحترم نفسه وربط بعيره في الشجر. أم كلثوم وهذا الخزاعي ما يعرفون إيش اللي حصل في مكة الحين. مر اليوم الأول واليوم الثاني، وبدأوا إخوان أم كلثوم يحسون إن في خطلة في الموضوع. توجهوا للبادية وما لقيوا أم كلثوم. هنا انصدموا، وين أختنا؟ فبدأوا إخوانها يسألون القرى اللي حول هذه البادية إلا وخرجت لهم هذيك الإمرأة، الإمرأة اللي شافت أم كلثوم والخزاعي متجهين إلى المدينة. قالت أنتم الوليد وعمار إخوان أم كلثوم؟ قالوا إيه. قالوا أم كلثوم رايح المدينة وانتم ما تعرفون، رأيتها وهي مع واحد خزاعي رايحين للمدينة، هنا كأن واحد ضربهم بكف على وجيههم، عرفوا بأنها أسلمت، فاركبوا على رحلتهم واتجهوا إلى المدينة ركاضين. أم كلثوم الخزاعي ما يعرفون وش اللي قاعد يصير وراهم، كانوا ماشيين على مهلهم والأمور تمام، لكنهم كانوا متقدمين. تقول أم كلثوم ما زال هذا الرجل الخزاعي يقود بي ولا تكلم ولا تفوه بحرف،
طول الطريق ساكت، وهي ما تعرف إيش اللي قاعد يصير وراها، لأن أخوانها يتبعونها. بس وصلت أم كلثوم للمدينة وهي سليمة الحمد لله، حطها هذا الخزاعي واخذ راحلته ومشى. كانت أم كلثوم متنقبة فما في أحد يعرفها، ما حد عرف وجهها، مع أنها أم كلثوم معروفة، هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. توجهت إلى بيت أم سلمة تقول دخلت على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، ما عرفتني كنت متنقبة، إلين انتسمت شويتين وتكلمت معها وهي شكت من صوتي، حست بأني أم كلثوم. بس ما كانت متوقعة أم سلمة رضي الله عنها بأنها أم كلثوم، تقول ما عرفتني إلين كشفت عن وجهي. فطالعت أم سلمة وركضي وحضني، حضنتها أم سلمة ومسكتها قالت وش فيك أنت هاجرتي؟ قالت أم كلثوم نعم وأنا خايفة، الحقيقة أنا خايفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجعني إلى قريش كما رد غيري من الرجال، أبا جندل وأبا بصير. وأنت تعلمين يا أم سلمة حال الرجال ليس كحال النساء، وأنا ما أشك أن أهلي في هذه اللحظة جالسين ينجنون وعرفوا عن هجرتي. لي 8 أيام في الطريق، أخوانها كانوا في الطريق جايين بس وهم يتكلمون مع بعضهم إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فجأة يدخل عليهم. تنقبت أم كلثوم، فراحت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمتها بكل شيء، وإن هذه أم كلثوم هاجرت وإنها خايفة إنك ترجعها يا رسول الله إلى قريش. فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم، امتحنها امتحان وسألها بعض الأسئلة اللي يبين إيش اللي في داخلها وليش هاجرت فعليا، هل هاجرت لله ورسوله أو للدنيا. فنجحت في هذا الاختبار، فرحب بها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. بس أم كلثوم لا زالت خايفة، خايفة على إنها ترجع وإنها تنفتن في دينها وتعلم بأنها لا تقوى على العذاب. فقالت يا رسول الله إني فررت بديني إليك يا رسول الله، فامنعني ولا تردني إليهم، يفتنونني ويعذبونني وأنا امرأة لا صبر لي في العذاب، وأنت تعلم يا رسول الله ضعف النساء، وقد رأيتك يا رسول الله رددت رجلين رددتهم إلى المشركين حتى امتنع أبا بصير عنهم، وأنا امرأة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نقض العهد في النساء. فانصدمت أم كلثوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، استبشرت، فتلى النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. بس فجأة إلا بأخوان أم كلثوم الوليد وعمار كانوا على أطراف المدينة وشافوهم أهل المدينة، شافوهم أهل المدينة وتوجهوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمونه. وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد أوفي لنا بشرطنا وعهدنا، أختنا وصلتكم ونبغاها الحين. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قد نقض الله، إن الله نقض العهد في النساء. فالتفت الوليد وعمار لبعض وعرفوا إن الأمر معقد أكثر مما كانوا يتوقعون، فرجعوا وقلوبهم مقطعة وما طبق هذا الشرط على النساء أبدا. فكانت النساء تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرجعونهم أبدا ولا تطلبهم قريش، يعني الله سبحانه وتعالى أمر بأمر فتغير العهد والعقد بينهم غصبا عن المشركين. فكانت أي امرأة متزوجة تروح للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يردها أبدا، وبشكل مباشر تتطلق من زوجها، وبمجرد ما أنها تسلم النكاح اللي بينهم باطل، فلا زواج لمشرك بمؤمنة أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد للرجل المشرك مهره، المهر اللي دفعه في هذه الامرأة. بس ما وقف الأمر هنا، فكان في أمر حتى للصحابة، أمر من الله سبحانه وتعالى لهم بأن إذا كان أي أحد متزوج وكانت زوجته مشركة بأن نكاحهم باطل، وأن لابد أن يطلقها ويرجعها لقبيلتها أو أهلها، وهذا فعليا اللي حصل. فكان في صحابة لا زالوا متزوجين بمشركات، وكان من هذول الصحابة عمر بن الخطاب كان متزوج بمشركتين، ففكهم عمر بن الخطاب ورجعهم إلى قبائلهم، وكان برضو من حق الصحابة بأنهم يطلبون مهور، المهر اللي دفع في هذه الزوجة يطلبونها من هذول القبائل أو من هذه العوائل اللي تزوج منها، فإذا رفضوا يعطى هذا الصحابي مهره من الغنائم. وبكذا فصل الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين والمشركين تماما، المؤمن لا يتزوج إلا مؤمنا. قال الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فمن
بعدل الله سبحانه وتعالى حتى المشركين اللي كانوا ضد المسلمين وافقوا على هذا الشرط الحاتل. وبعد هذا الأمر تفضل النبي صلى الله عليه وسلم لباقي القبائل، قبائل المشركين، خاصة القبائل اللي تجرأت وتحالفت ضد المسلمين في غزوة الأحزاب وغيرها من الغزوات. أي قبيلة تحالفت ضد المسلمين سيؤدبها النبي صلى الله عليه وسلم. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم فوق 10 سراح عشان يتوجهون لهذه القبائل اللي تجرأت على المسلمين وتحالفت ضده، ويؤدبهم تأديب قاسي، واللي بنذكرها بإذن الله في القصة الجاية. إذا وصلت لنهاية المقطع فأتمنى من الله العلي العظيم أن يجعلك ممن ينصر هذا الدين. الله يجعل هذا العيد عليك فرحة يا رب العالمين. ما كان قصدي أنزل لكم هذا المقطع قبل العيد، ولكن بسبب أن اللابتوب حقي خرب فاضطريت أني أنزل لكم إياه قبل العيد. الله يجمعني فيكم في الجنة يا رب العالمين. لا تنساني بدعوة طيبة في التعليقات، وبإذن الله العلي العظيم نشوفكم الأسبوع الجاي.